ان شاء الله عن الايفنتس اللي بتحصل في السكند ويك اوف ذا بريجنسي. زي ما احنا اتعودنا ان احنا هناخد كل ويك والاحداث اللي بتحصل فيه. خلصنا المره اللي فاتت الاحداث او الايفنتس بتاعه الفيرست ويك، واللي قبلها المحاضره اللي قبلها خلصنا الجاميتوجينيسيس بخطوات تكوين الجاميتس المختلفه بتاعه الميل والفيميل. المحاضره دي ان شاء الله هنتكلم على السكند ويك اوف بريجنسي، وهبدا زي ما احنا متعودين ايه اللي بيحصل في السكند ويك اوف ذا بريجنسي، انتوا اللي هتقولوا لي عليه في اخر المحاضره ان شاء الله. هنعرف ان المفروض باي ذا اند اوف ذس ليكتشر المفروض ان انت تكون عارف الايفنتس اللي بتحصل في السكند ويك اوف ذا بريجنسي كنوع من الانيوميريشن، تعمل لها انيوميريشن يعني وتعددها لي. ديسكرايب ذا فورميشن اوف ذا باي لامينر امبريونيك ديسك، يعني ده اول حدث بيحصل في السكند ويك، ان هو ان الامبريو بتاعنا بيبقى مكون من ديسك يعني قرص. القرص ده مكون من طبقتين، هتشرح لي او توصف لي بيتكون ازاي. رقم 3 هنعمل ديسكريبشن للفورميشن اوف ذا اكسترا امبريونيك ميزوديرم او البرايمري ميزوديرم، ده بنطلق عليه البرايمري ميزوديرم. ديسكرايب ذا فورميشن اوف ذا كوريون اند ريكوجنايز ذا ديفرنت تايبس اوف كوريونيك فيلاي، الخملات اللي هي بتاعه الكوريون هنوصفها بالظبط شكلها ايه. وبما اننا وصلنا للكوريون وخلصنا خلاص الاسبوع الثاني، هندي فكره سريعه عن البلاسينتا والستيبس اوف ذا فورميشن اوف ذا بلاسينتا. طب يا دكتور ده البلاسينتا دي بتحصل وبتتكون في الشهر الثالث والرابع، ايه اللي بيخلينا نقولها في الاسبوع الثاني؟ بنقولها يا شباب في الاسبوع الثاني علشان بالمره بعد انت ما عرفت يعني ايه كوريون ويعني ايه كوريونيك فيلاي، لازم علشان الفكره تكتمل نكلمك عن البلاسينتا ونقول لك بتشتغل ازاي البلاسينتا دي وبتتكون ازاي. وفي الاخر هنعمل ريكوجنيشن للمين بلاسينتال انوماليز بتاعتنا، وندي في الاخر بريف ايديا اباوت ذا تايبس اوف توينز يعني التوائم، ونفهم ايه الميكانيزم بتاعه التوائم. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا كده. يبقى الايفنتس اوف ذا سكند ويك الاكيد بتاعها والعنوان الاساسي بتاعها اللي هو التروفوبلاست اند كوريون، تكون التروفوبلاست ونشوف التروفوبلاست هيعمل ايه، اند ذا كوريون اللي هو بيبدا ويدي البلاسينتا بعد كده. وفي الاخر هنقوم مدين فكره عن البلاسينتا اللي بتحصل في الشهر الثالث او الرابع، على اساس ان انا بقول لك تكمله قصه حياه الكوريون ده ايه بقى، ان هو اللي بيعمل البلاسينتا في المستقبل. نعمل برضو تلخيص سريع كده للي احنا هناخده طول المحاضره ان شاء الله، اللي هي الايفنتس اوف ذا سكند ويك. اول حاجه هتكلم عنها ذا فورميشن اوف ذا باي لامينر امبريونيك ديسك. ذا فورميشن of the bilaminar embryonic disc يعني ال inner cell mass بتاعت البلاستوسيست، فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ the inner cell mass اللي كانت متجمعة في ال embryonic pool بتاعت البلاستوسيست. اخر حاجة وصلنا لها المرة اللي فاتت كانت ايه؟ لما وصلنا للبلاستوسيست عرفنا ان ليها تروفوبلاست من بره وليها inner cell mass من جوه. البلاستوسيست دي هي اللي عملت implantation، وديورنج ذا implantation يعني وهي بتغرس نفسها inside the endometrium، الخلايا الداخليه لل inner cell mass دي شكلت نفسها في bilaminar embryonic disc اللي احنا شايفينه تحت الصغير ده. لو لاحظت bilaminar embryonic disc ده يا دكاتره هناخده بالتفصيل بعد شوية والصورة هتبقى أكبر، ما تقلقوش من الصورة الصغيرة دي، احنا هنا بس بنعمل مقدمة. هتلاحظ إن البايلامينر إمبريونيك ديسك ده عبارة عن سيركولر ترانسبيرنت ديسك، يعني قرص مدور عامل زي رغيف العيش بالظبط. قرص مدور عامل زي رغيف العيش بالظبط. طبعًا أنت عارف إن رغيف العيش له طبقتين، طبقة فوق وطبقة تحت، صح؟ اللي أنت بتفتحه علشان تعمله ساندوتش في الآخر. فالبيبي بتاعنا او احنا بنبقى عاملين شبه رغيف العيش بالظبط في الاسبوع الثاني. رغيف العيش ده الطبقه اللي فوق بتاعته اسمها ايبي بلاست، وش الرغيف اسمه ايبي بلاست، هو ده اللي هيكون الفيوتشر اكتوديرم، يعني هو اللي هيكون الجيرمينال لير الخارجيه بتاعت جسمنا اللي هي الاكتوديرم، وهنعرف الجيرمينال ليرز دي بالتفصيل في اخر الجنرال امبريولوجي ان شاء الله. اما الهايبوبلاست اللي هو الطبقه اللي تحت، طبقه رغيف العيش اللي تحت، هيبقى اسمها هايبوبلاست،
لانها هي اللي تحت، هي اللي هتكون الفيوتشر اندوديرم. يبقى انت في بدايه الاسبوع الثاني بيبقى شكلنا عامل ازاي يا اولاد؟ بنبقى جوه البلاستوسيست عاملين زي رغيف العيش، زي رغيف العيش اللي راشق جوه البلاستوسيست وماسك فيها داير ما يدور من جوه. رغيف العيش ده له وش من فوق بسميه ايبي بلاست وهناخده بالتفصيل بعد شويه، ووش من تحت بسميه هايبو بلاست هاخده بالتفصيل بعد شويه. يبقى انا كده بديك مقدمه بس ان اول حاجه هتكلم فيها في المحاضره هي البايلامينر امبريونيك ديسك. بعد ما كوننا الامبريونيك ديسك هيطلع لي حاجه اسمها اكسترا امبريونيك ميزوديرم، يعني هيطلع لي البرايمري ميزوديرم، الميزوديرم الاولي اللي هو بيخلق بعد كده، او يعني كلمه ميزوديرم يعني الحاجه اللي بتخلق المسلز بعد كده والبلاد فيسلز، بس ده الاولي، ده الميزوديرم الاولي مش النهائي. بيطلع يا شباب من الهايبو بلاست، بيطلع من انهي خلايا؟ من الهايبو بلاست، يعني طبقه الرغيف اللي فوق ولا طبقه الرغيف اللي تحت؟ ها حد يكتب كده عشان اطمن انكم فوقين معايا. طبقه الرغيف اللي تحت. يبقى البرايمري ميزوديرم بيطلع من الهايبو بلاست اللي هي الطبقه اللي تحت، اللي هي طبقه الرغيف العيش اللي تحت. واول ما بيطلع بيعمل سراوند للامنيون واليوكساك. ايه الامنيون واليوكساك ده؟ بعد دقيقتين بس هتعرفوهم على طول. وهيعمل سيباريشن للامنيون واليوكساك ده من التروفوبلاست سيلز اللي هي محوطه البلاستوسيست داير ما يدور. طيب طبعا يا دكتور الصوره صغيره، طب عايزين تفاصيل اكتر. ان شاء الله في التفاصيل هنشوف الصور الكبيره. تالت حدث عندي واخر حدث في السكند ويك هو تكوين الكوريون. والكوريون ده بمنتهى البساطه هو جدار الكوريونيك فيسيكل. طب ايه الكوريونيك فيسيكل دي يا دكاتره؟ دي البلاستوسيست بعد ما حصل فيها شويه تغيرات، بيبقى اسمها في الاخر كوريونيك فيسيكل. الجدار الخارجي بتاع الكوريونيك فيسيكل ده هو الكوريون بتاعنا اللي هيشكل البلاسينتا بعد كده. يبقى انا دلوقتي المايند ماب دي، يعني ما حدش يتخض ويقول ان عايز اسالك يا دكتور في حاجات مش فاهمها. المايند ماب دي بمنتهى البساطه انا حاططها كخطه ليا انا وانا بشرح لك المحاضره. بقول لك ان الاسبوع الثاني من البريجنانسي هتكلم فيه على ثلاث حاجات: بايلامينر امبريونيك ديسك فورميشن، والاكسترا امبريونيك ميزوديرم، والكوريون فورميشن. اتفقنا؟ يبقى ده كده ميثاق اتفاق بينا زي عقد كده المحاضره. الناس حتى اللي لسه جايه متاخر ما تعتبرش فاتها اي حاجه. كل اللي انا بقوله ان السكند ويك هنتكلم فيه على البايلامينر امبريونيك ديسك شكله ايه، والاكسترا امبريونيك ميزوديرم هيتكون ازاي، والكوريون في الاخر هيتكون ازاي. طبعا احب ارحب بالناس اللي جايه جديد، دكتور عمر ودكتوره ساره ودكتوره ايه، معرفش ايه كده سامعاني ولا مش سامعاني. الهايبو بلاست يا دكتوره ساره هو اللي هيعمل الاندوديرم في المستقبل ان شاء الله. فعلا صح، عندك حق، وانا كاتبها هنا اهي ذا فيوتشر اندوديرم. طيب يعني ايه ازاي؟ زي الناس يعني ايه ازاي؟ يعني هيكون الحاجات الداخليه في الجسم. ما احنا لسه هنشوف بقى شكله بيبقى عامل ازاي وهيكون الحاجات دي ازاي في المحاضرات الجايه يا دكتوره ساره. لا نستبق الاحداث بعد اذنكم. يا دكاتره يا شباب، ايوه ايه المشكله يا اولاد؟ ايه المشكله؟ ايه مشكلتكم؟ يعني الهايبو بلاست ده في المستقبل هو اللي هيبقى الاندوديرم، ايه بقى ريبليست او مش ريبليست؟ دي ما تفرقش معانا في حاجه دلوقتي. ما نسبقش الاحداث يا دكاتره، احنا دلوقتي بنتكلم في السكند ويك. نتحاسب ان شاء الله في اخر الجنرال امبريولوجي خالص. خلاص؟ طيب كده يا دكتوره اميره بتهيألي السلايد ظهرت اهي. نصبر شويه عليها هتظهر ان شاء الله. ايه بقى البايلامينر امبريونيك ديسك ده؟ جبنا صوره مكبره اهي علشان نفهم البايلامينر امبريونيك ديسك. البايلامينر امبريونيك ديسك زي ما اتفقنا هو رغيف عيش. اوصف رغيف العيش هتقولي ان هو سيركولر ومكون من تو لايرز وبيبقى ترانسبيرنت، يعني كان كده عندك رغيف عيش شفاف. رغيف عيش ايه؟ شفاف، يتكون من تو لايرز، وش فوق ولاير تحت.
يعني رغيف العيش ده حاجة مجسمة، مش زي المرسوم قدامكم ده، ده حاجة مجسمة. الطبقة اللي فوق بتاعت رغيف العيش اسمها ايبيبلاست، اللي هي باللون الازرق دي. لاحظ ان الخلايا بتاعتها كولامنر، كولامنر يعني عمودية مطولة، يعني هاي كولامنر سيلز، اللي هتعمل في المستقبل الفيوتشر اكتوديرم. تمام. طيب ادي الايبيبلاست سيلز كولامنر، وهي طبقة الرغيف اللي فوق. طب لو بصينا على طبقة الرغيف اللي تحت اللي هي باللون الاصفر دي، هي دي اللي انا بسميها هايبوبلاست، شكلها كيوبويدل يعني مكعبة الشكل، ما هياش طويلة يعني زي الايبيبلاست، وبيتكون في المستقبل او هيحل محلها في محلها في المستقبل الفيوتشر اندوديرم، لو دي يعني اللي هتفرق معاكم ان هي اللي هتكون او هيحل محلها يعني، بس ده هيبقى مكان الاندوديرم في الفيوتشر. والخلايا دي زي ما انت شايف adjacent to the exosomic cavity، الكافيتي اللي جوه البلاستوسيست ده بسميه البرايمري يوكساك، يعني كيس المح الاولي البرايمري يوكساك. كويس قوي. يبقى انا اول حاجه عرفتها ان الامبريو بيبقى عباره عن بايلامينر امبريونيك ديسك، يعني الانر سيل ماس بتتحول الى رغيف عيش ذو طبقتين، داير ما يدور كده راشق جوه البلاستوسيست، وهنشوف لها صوره مجسمه بعد شويه وهتفهموا يعني ايه راشق جوه البلاستوسيست. تمام. الخلايا اللي فوق اسمها ايبيبلاست، اتس تول كولامينر سيلز، والخلايا اللي تحت اسمها هايبوبلاست كيوبويدال سيلز. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ادي الهايبوبلاست بتاعنا، هتلاقي في كافيتي هيتكون انسايد ذا ايبيبلاست، ا سمول كافيتي ابيرز within the epiblast، في وسط الابيبلاست كده. الكافيتي ده هسميه the amniotic cavity، فراغ الامنيوسي، the amniotic cavity، الفراغ الامنيوسي. تمام. وفي نفس الوقت يا شباب الابيبلاست نفسها اللي هي الخلايا اللي باللون الازرق دي هتدي خلايا بسميها amnioblasts، الامنيوبلاستس دي هتحيط بالامنيوتيك كافيتي داير ما يدور. اول ما تحيط بالامنيوتيك كافيتي داير ما يدور هتشكل لي ما يسمى الامنيون، هتشكل حاجه اسمها ايه؟ الامنيون. يبقى انا عندي حاجه اسمها امنيوتيك كافيتي وحاجه اسمها امنيون. الامنيوتيك كافيتي ده سمول كافيتي ظهر انسايد ذا ايبيبلاست سيلز، قامت الايبيبلاست سيلز خلقت خلايا لفت داير ما يدور حوالين الامنيوتيك كافيتي ده، عملت له زي برواز كده وعملت حاجه اسمها الامنيون شخصيا. اتفقنا لحد دلوقتي؟ الخطوات واضحه. الانر سيل ماس تحولت بقدره قادر سبحان الله الى بايلامينر امبريونيك ديسك قرص رغيف عيش له طبقتين، الطبقه اللي فوق كولامنر سيلز سميتها ايبيبلاست، والطبقه اللي تحت كيوبويدال سيلز سميتها هايبوبلاست. ظهر كافيتي صغير في الطبقة اللي فوق اللي هي الإيبيبلاست سميته الأمنيوتيك كافيتي، كأن حفرت بركة صغيرة كده وسطيهم، وقمت مطلع خلايا من الإيبيبلاست عملت داير ما يدور برواز للبسين اللي اتحفر ده أو للكافيتي اللي اتحفر ده، سميتها ذا أمنيون شخصيا، الأمنيون شخصيا. طب نكمل الحكاية أهو، واخد بالك إنه مجسم إزاي؟ البلاستوسيست كلها عبارة عن كورة مجسمة يا شباب داير ما يدور، وادي رغيف العيش بتاعنا اهو. الابر لاير كان اسمها ايبي بلاست، اتكون جواها كافيتي سميته امنيوتيك كافيتي، وقمت مطلع خلايا اسمها امنيوبلاستس بروزت الامنيوتيك كافيتي داير ما يدور. اما اللور سيلز كيوبويدال ان شيب سميتها هايبوبلاست، شكلها كيوبويدال مكعبة. هتعمل ايه بقى الهايبوبلاست دي؟ هتخلق لي ممبرين اسمه اكزوسيلوميك ممبرين. يعني ايه اكزوسيلوميك ممبرين؟ يعني الغشاء الذي يقوم بالاحاطه بالبرايمري يوكساك اللي هو كيس المح الاولي اللي هي الخلايا اللي باللون الاصفر دي، شايفينها؟ بتطلع منين الخلايا دي؟ اتس افلاتند سيلز ارايزنج فروم ذا هايبوبلاست. زي ما الايبيبلاست فوق بروزت الامنيوتيك كافيتي داير ما يدور باي امنيوبلاستس، من حق الهايبوبلاستس تحت
انها تبروز اليوكساك داير ما يدور باي فلاتن دي سيلز تتجمع مع بعضها وتعمل لي الاكسوسيلوميك ممبرين. وفي بعض الكتب هتلاقيهم كاتبين هيوسرز ممبرين على اسم العالم اللي اكتشفه. تمام. السيم ممبرين ده هو اللي عامل لايننج للانر سيرفيس اوف ذا تروفوبلاست سيلز. بفكركم تاني للناس اللي نسيت ان البلاستوسيست جدارها من بره كان في سايتوتروفوبلاست جدران الخلايا واضحه فيها، وحواليها كان في سينسيتيوتروفوبلاست جدران الخلايا كانت دايبه بينها وبين بعضها. فاكرين دي ولا نسيناها؟ مين اللي عمل الامبلانتيشن؟ السايتو والسينسيتيو مع بعض، صح؟ يبقى انا بفكرك ان الخلايا اللي باللون الاخضر دي سايتوتروفوبلاست، واللي بره دي اللي بالاخضر الفاتح اسمها سينسيتيوتروفوبلاست. فالهايبوبلاست سيلز اللي باللون الاصفر دي قامت مطلعه خلايا فلات، عملت لي الهيوسرز ممبرين او الاكسوسيلوميك ممبرين او الغشاء الذي يبطن التروفوبلاست سيلز من جوه. طيب الخلايا الفلات دي لما تجمعها مع الهايبوبلاست داير ما يدور، يبقى انت كده بطنت ايه؟ بطنت اليوكساك كله. الممبرين الاكسوسيلوميك ممبرين ده اللي مكون من فلاتن دي سيلز اللي باللون الاصفر ده بالاتحاد مع الهايبوبلاست سيلز عمل لايننج للبرايمري يوكساك او كيس المح الاولي. يبقى انا لحد كده عرفت يعني ايه بايلامينر امبريونيك ديسك. هشرح في دقيقه واحده اللي قلته. ذا بايلامينر امبريونيك ديسك عباره عن قرص مدور شفاف، رغيف عيش مدور شفاف راشق جوه البلاستوسيست اللي هي مدوره داير ما يدور، هو راشق فيها بقى كده. فقاسم البلاستوسيست الحته فوق وحته تحت. بالنسبه للحته اللي فوق دي عباره عن كافيتي ظهر في الخلايا الفوقانيه اللي اسمها الايبي بلاست، سميته الامنيوتيك كافيتي. قامت الايبي بلاست اول ما ظهر الامنيوتيك كافيتي ده قامت عامله برواز داير ما يدور بخلايا اسمها امنيو بلاست. الخلايا دي هي اللي عملت لي ما يسمى بالامنيون، يبقى اللي انا بشاور عليه ده كده الامنيون، والكافيتي اللي جوه ده الامنيوتيك ساك او كافيتي. بالنسبه للهايبوبلاست سيلز لقت نفسها في مواجهه البرايمري يوكساك او كيس المح الاولي، قامت مطلعه شويه خلايا فلاتند راحت عملت لايننج للتروفوبلاست داير ما يدور، سميتها الاكسوسيلوميك ممبرين او هيوسرز ممبرين. الممبرين ده بالاتحاد مع الهايبوبلاست دي عمل لي داير ما يدور اللايننج بتاع البرايمري يوكساك او كيس المح الاولي. اتفقنا؟ حلو. في ايه بعد كده يا دكتور؟ الله ما شاء الله. الخطوه الثانيه formation of the extra embryonic mesoderm. formation of mean of the extra embryonic mesoderm. دكتور احمد هشام رفع ايده، بيجرب ولا عنده سؤال؟ بس انا مش عايز افتح اسئله دلوقتي لان بيتهيألي انا شرحت بالتفصيل. محتاج سؤال؟ لو سريع عندك سؤال سريع اساله يلا. ولا بتجرب بس رفع الايد يا دكتور احمد؟ دكتور احمد هشام انا وقفت الشرح عشان خاطرك، انت فين؟ الشاتنج معلق عندك ولا كنت بتجرب بس وخرجت ولا ايه؟ حسام اللي بيكتب، انا بقول دكتور احمد هشام وحسام ورحاب اللي بيكتبوا. طيب مفيش مشكلة. حلو. تاني خطوة يا شباب في الأسبوع التاني هي تكوين الإكسترا إمبريونيك ميزوديرم. تكوين الإيه؟ الصورة هتبان دلوقتي حالا يا دكتورة رحاب، اصبري بس شوية. ها ظهرت؟ علشان الصورة دي بتعتبر زي فيلم كده، بتحمل عندك لسه، فبتتأخر شوية. الصوت طبعا بيوصل أسهل من الصورة. الاكسترا امبريونيك ميزوديرم اتفقنا من اول سلايد انه بيطلع منين؟ من الهايبوبلاست ولا من الايبي بلاست؟ من الهايبوبلاست ولا من الايبي بلاست؟ يا لهوي ده الناس نايمه، امال ايه بيقول كله زي الفل ايه؟ من الهايبو. ايوه كده جدع، كويس، كانت هتيجي فيك انت، كويس انك لحقت نفسك. ماشي يا شباب، الهايبوبلاست. ماشي يا دكتور بهاء، حلو الفرانكو عرب اللي بنكتب بيه ده. الهايبوبلاستا كمان، مش الهايبوبلاست بس، يعني انت مديها الف في الاخر، الهايبوبلاستا. اوكي زي الباستا كده. الاكسترا امبريونيك ميزوديرم يا شباب اول حاجه بقول لك عليها ان هو البرايمري ميزوديرم، عشان اقول لك خلي بالك ده ميزوديرم اولي ليس الميزوديرم النهائي. This is the primary mesoderm.
بيطلع منين؟ arises from the hypoplast. برافو عليكم، انتوا اللي قلتوا المعلومه، انا ما قلتش حاجه من عندي. في الصوره هنا يا دكاتره the primary mesoderm is represented by this pink color. by this ايه؟ pink color او اللون الطوبي او اللون الاورنج، مش عارف بقى هو وصل عندكم في الشاشه لونه ايه، كل واحد وعينيه بقى، انا ما اعرفش لونه ايه ده ايه بصراحه. شايفينه اللي هو داير ما يدور ده؟ ممكن نقول اورنج، ممكن نقول بيج، ممكن نقول بينك، ما يبان بفاتح يعني بينك. ماشي، حلو. بيطلع من الهايبوبلاست اللي هي كان لونها اصفر وكانت كيوبويدال اللي تحت دي، واول ما بيطلع بيعمل كفر للاثنين، بيحوط الامنيون اللي فوق وبيحوط البرايمري يوكساك اللي تحت، وبيفصلهم عن مين بقى؟ الخلايا اللي باللون الاخضر فاتح دي كانت مين؟ الخلايا اللي باللون الاخضر فاتح دي اسمها ايه؟ نكتب، يلا نكتب ونفوق ونصحصح. اسمها ايه اللي بالاخضر فاتح؟ السايتو تروفوبلاست. يعني مش السايتو تروفوبلاست يا بهاء؟ السايتو تروفوبلاست. ماشي، برافو برافو برافو، حلو. يبقى قال لك ان الميزوديرم ده طبقة تالتة اتخلقت حوالين البلاستوسيست داير ما يدور، طبقة تالتة اتخلقت حوالين البلاستوسيست داير ما يدور، علشان تفصل الامنيون اللي فوق ده واليوكساك اللي تحت ده عن السيتوتروفوبلاست اللي هي باللون الاخضر الفاتح. حلو، كلام جميل. ادي السهم اهو بيشاور لك على البرايمري ميزوديرم اهو اللي كل اللي باللون البينك ده. طبعا هو كان طبقه واحده في الاول، بس ايه اللي حصل؟ اتكون حاجه اسمها اكسترا امبريونيك سيلم اللي كان تقريبا بهاء بيسال عليها المحاضره اللي فاتت او دكتور علي، مش فاكر مين فيهم، يا علي يا بهاء مش فاكر. ماشي يا شباب، اعتقد بهاء كان بيسال على الاكسترا امبريونيك سيلم، ما هذا الكافيتي اللي هو خارج الامبريو اكسترا امبريونيك؟ قال لك الاكسترا امبريونيك سيلم ده يا دكتور ده عبارة عن small cavities، small cavities، فراغات، فراغات وتجويفات، فراغات وتجويفات تظهر inside the mesoderm، appear in the primary mesoderm. هذه الفراغات اللي انتوا شايفينها يا ولاد بتكوليس together، يعني بتتجمع مع بعضها وبتفتح على بعضها. لما يكون عندي كذا جيب بالمنظر ده داير ما يدور ويفتح على بعضيه، يحصل ايه في الاخر؟ كذا جيب بيفتح على بعضيه، ايه اللي هيحصل؟ هيتكون جيب واحد فقط او فراغ كافيتي واحد. برافو يا علي، كافيتي واحد في الاخر، سنجل كافيتي، اللي انا بسميه الاكسترا امبريونيك سيلم او الاكسترا امبريونيك كافيتي اللي انا علمت عليه في الرسمه ده اللي هو الباشا ده. بصوا كده في الرسمه اللي تحت، الرسمه اللي تحت صغيره صحيح بس الكافيتي باين صح؟ الفتحات اتفتحت كلها مع بعضها وبقت سنجل كافيتي، محوط البلاستوسيست داير ما يدور. طب يا شباب سؤال يطرح نفسه، هو الكافيتي ده ظهر في وسط الميزوديرم يعني في النص كده، ولا ظهر بره خالص ولا جوه خالص؟ ظهر فين؟ معلش يا دكتور محمد حاول تلقط معانا بقدر الامكان، ظهر فين؟ في النص بالظبط ولا ظهر جوه ولا ظهر بره؟ جاوبوا يا اولاد، في النص. يبقى السمول كافيتيز اللي اتجمعت مع بعضها دي ظهرت في منتصف الميزوديرم بالظبط، فقامت عامله له سبليتنج، عملت له ايه؟ سبليتنج يعني انشقاق، تم انشقاق الميزوديرم انتو تو لايرز، انشقاق، حصل انشقاق. يعني ايه انشقاق؟ يعني حصل سبليتنج، بقى عامل لي انر لاير واوتر لاير. بص على الصوره الصغيره اللي تحت كده، بقى عامل لي انر لاير حوالين البلاستوسيست نفسها، حوالين الامبريو نفسه، واوتر لاير مبطنه التروفوبلاست من جوه. اتفقنا؟ يبقى انا عندي طبقه سميكه من الميزوديرم اتخلق جواها كافيتي داير ما يدور، اما اقسم الميزوديرم ده انتو انر لاير اند اوتر لاير. سو ناو ذا ميزوديرم از ديفايدد انتو تو لايرز. ايه هما التو لايرز دول؟ اوتر لاير طبقه خارجيه بتعمل لايننج للتروفوبلاست، مبطنه التروفوبلاست من جوه اهي، يعني في الصوره اللي فوق دي نقول ان هي دي اهي، تمام؟ على الرسمه اهي، اكسترا امبريونيك سوماتيك ميزوديرم يعني جسدي،
سوماتيك يعني جسدي او بدني. اما الميزوديرم الداخلي ال inner layer هي اللي عامله covering لليوكساك، اللي مغطيه اليوكساك شخصيا، اللي هي اللي جوه دي، وبنسميها السبلانكنيك او الفيسرال ميزوديرم، يعني الحشوي. الحشوي يعني بتاع الاحشاء، بتاع مين؟ الاحشاء. يبقى اللي بره ده اسمه سوماتيك او بارايتال، اللي هو الجداري اللي مبطن التروفوبلاست سيلز من جوه، واللي جوه ده اللي هو الحشوي او الفيسرال او السبلانكنيك اللي مغطي اليوكساك. تمام. السلايد اهي يا دكتور محمد، ظهرت تاني ولا ما ظهرتش؟ في حد تاني عنده مشكله في السلايد غير دكتور محمد؟ اكيد اكيد عندك، اكيد يا دكتور عمر. الصوت قطع عندكم كلكم ولا ايه يا دكاتره؟ الصوت قطع عندكم كلكم؟ لا الصوت واضح، وانا شايف انه عندي واضح. تمام، مفيش مشكله يا ولاد، عادي عادي عادي، بتحصل. ومش كل مره نعمل اعلانات عن تي ديتا بقى، مش كل مره نعمل اعلانات عن تي ديتا. خلاص. طيب احنا لما بننتقدهم بنعمل لهم اعلانات. بص بقى يا دكتور، معلش يا شباب، ان شاء الله ان شاء الله هنعمل، يعني هنحاول نعمل زي المره اللي فاتت ونسجل، ما تقلقوش، هنحاول نعمل زي المره اللي فاتت وايه ونسجل، لا تقلق. ماشي، بصوا بقى معايا. ننتظر لما الصوت، انا بكتب لزمايلكم، يقطع لحد ما يرجع تاني، لانها بتبقى مشكله من عندكم يا شباب. طيب دلوقتي بعد ما حصل الكافيتي ده، السنكل كافيتي اللي انا سميته اكسترا امبريونيك سيلم او اكسترا امبريونيك كافيتي، واتقسم عندي الميزوديرم للاير جوه اسمها سبلانكنيك، ولاير بره اسمها بارايتال، بقى عندي دلوقتي طبقتين ميزوديرم. خلاص يا شباب، انا كده بس بطمن زمايلكم ان انا بقول ان احنا هنحاول نسجل المحاضره. كل المنظر اللي انت شايفه ده بقى، اللي هو الامنيون فوق واليوكساك تحت والايبي بلاست فوق، كلمة مدلول يا دكتورة إسراء، كلمة أي حاجة سوماتيك مدلولها إنها موجودة على الجدار بره، يعني جسدية، بتاعة الجسد نفسه أو جدار الجسم نفسه، فسموه سوماتيك أو بارايتال. أما الفيسرال معناها هو اللي مغطي الإمبريو نفسه من جوه، اللي مغطي اليوكساك من جوه، فسميناه فيسرال، حشوي، يعني اللي هو اللي مغطي البيبي نفسه. تمام؟ يبقى كده يا ولاد، بصوا معايا كده، أنت عندك دلوقتي سينسيتيو تروفوبلاست، وعندك سايتو تروفوبلاست، وعندك بايلامينر امبريونيك ديسك، وعندك طبقتين ميزودير، وعندك امنيوتيك كافيتي فوق ويوكساك تحت، صح؟ ايه ده؟ هل هيفضل اسمها بلاستوسيست؟ ايوه يا دكتوره مريم، في يوتيوب فيديو للمحاضره اللي فاتت، ما تقطعوش حبل افكار يا شباب. ذا بلاستوسيست دلوقتي هل ينفع اقول عليها انها لسه بلاستوسيست؟ فاكرين البلاستوسيست كانت ايه؟ كانت تروفوبلاست من بره وانر سيلمس من جوه وبخ على كده، وكافيت اسمه بلاستوسيل. تمام؟ هل ينفع اسمي كل ده بلاستوسيست؟ لا، هسميها بقى كوريونيك فيزيكل، لازم تترقى بقى، لازم يبقى اسمها كوريونيك فيزيكل، حويصله كوريونيه كده، علشان هي اللي هتتظبط بعد كده. اوكي يا دكتور سعيد، الحمد لله على السلامه، ان شاء الله نلخص. ماشي يا شباب، اسمها كوريونيك فيسيكل. يبقى بسرعه 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 للناس اللي تاهت مني، والناس اللي عماله تسال على المحاضرات اللي فاتت وتاهت، للناس اللي بتسال على الحاجات اللي فاتت والصوت عمال يقطع معاها، بسرعه كده يا شباب، هنقول ان البايلامينر امبريونيك ديسك ده كان عباره عن رغيف عيش، رغيف عيش راشق جوه البلاستوسيست. رغيف عيش ده، ايوه يا بهاء، ايوه، لا مش عارف انت بتجيب الكلمات دي منين. رغيف عيش، ف
في النص بالظبط راشق جوه البلاستوسيست، مكون من طبقتين، الطبقه اللي فوق اللاير اللي فوق بتاعت رغيف العيش اسمها ايبي بلاست، الطبقه اللي تحت اسمها هايبو بلاست. سامعني يا سعيد؟ هايبو بلاست. بيظهر كافيتي جوه الايبي بلاست اسمه الامنيوتيك كافيتي. تقوم الايبي بلاست دي بسرعه مطلعه شويه خلايا محوطه داير ما يدور بالامنيوتيك كافيتي ده وتخلق لي حاجه اسمها الامنيون. طب تعالى نبص على الهايبو بلاست، هتلاقيها خلايا مكعبه الشكل كيوبويدا في مواجهه البرايمري يوك ساك اللي هو كيس المح الاولي. تقوم مطلعه خلايا تبطن اليوك ساك ده داير ما يدور اسمها الاكسو سيلوميك ممبرين. خلايا فلاتند كده تقوم مبطنه اليوك ساك من جوه باللون الاصفر الفلاتند الخفيفه دي. يبقى كده ادي الاي بي بلاست خلصناه، بيعمل امنيون فوق والهايبو بلاست تحت بتطلع خلايا تغلف اليوك ساك. حلو. بتقوم الهايبو بلاست بعد كده بتديني البرايمري ميزوديرم اللي هو لونه اورنج بالمنظر اللي انت شايفه ده او بينك او بيج. يقوم محوط بالبلاستوسيست داير ما يدور، يعني يفصل الامنيون واليوك ساك عن التروفوبلاستوسيز اللي هي باللون الاخضر الفاتح اللي بره دي. يظهر بعد كده كافيتي الصغيره في منتصف الميزوديرم ده بالظبط. الكافيتيز دي تتجمع مع بعضها وتعمل لي سنجل كافيتي اسمه الاكسترا امبريونيك سيلم اللي هو اللي تحت ده. فتقوم عامله سبليتنج للميزوديرم للاير داخليه ولاير خارجيه. اللاير الداخليه اللي هي محوطه باليوك ساك اسمها الفيسرال لاير اوف ذا برايمري ميزوديرم، يعني الطبقه الحشويه من البرايمري ميزوديرم او السبلانكينك لاير. يعني الطبقه اللي بره دي اللي هي مبطنه للتروفوبلاست من جوه اسمها السوماتيك لاير، يعني الطبقه الجداريه او البرايتال لاير من البرايمري ميزوديرم. ليه جداريه؟ علشان هي اللي مبطنه جدار البلاستوسيست من بره. وبعد كده اتفقنا ان ما ينفعش اقول على دي بلاستوسيست لان حصل فيها تغيرات كتيره جدا فسميناها الكوريونيك فيزيكل. اتفقنا كده؟ انت تعتبر ما فيش حاجه فاتتك. ايوه دلوقتي الهيسرز ممبرين ده يا دكتوره منى فعلا اهو موجود تحت الميزوديرما وشايفاه اللي بالاصفر ده. يبقى اللايرز من جوه لبره عباره عن اليوك ساك عليه هيسرز ممبرين ثم inner layer of mesoderm ثم outer layer of mesoderm وفي بينهم الكافيتي اللي اسمه extra embryonic cilum. بعد كده التروفوبلاست والسنسيتي تروفوبلاست. شفت الكورة الجنينية ليها كام غلاف؟ حلو. ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ زي بهاء ما سألني المرة اللي فاتت، هيحصل ان الاكسترا embryonic cilum ده هيصغر قوي وهيحصل له obliteration. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا في الاسابيع القادمه للحمل وفي المحاضرات الجايه ان شاء الله اللي احنا بنشرحها دي هنعرف ان الامنيوتيك كافيتي بيكبر وبيتمدد زياده عن اللزوم على حساب ان اليوك ساك يصغر زياده عن اللزوم. فلما تلاقي الديسك البلاستوسيست الامنيوتيك كافيتي يكبر من فوق كده يمين وشمال ويصغر اليوك ساك وهكذا ويكبر داير ما يدور، هيخلي الاكسوسيلوميك الاكسترا امبريونيك سيلم ده يبقى صغير قوي وفي الاخر يحصل له اوبليتريشن. طيب دي هنعرفها بعد كده، ما تهمنيش دلوقتي خالص. طيب فاضل ايه تاني يا دكتور؟ فاضل حاجه مهمه جدا. مش احنا دلوقتي خلاص كوننا البلاستوسيست وظبطنا الامنيوتيك كافيتي فوق بالامنيون محوطه داير ما يدور واليوك ساك تحت بالهيسرز ممبرين محوطه داير ما يدور وعملنا طبقتين ميزوديرم اللي جوه دي سميتها فيسرال لاير واللي بره دي سميتها برايتال لاير اوف ذا ميزوديرم. واضحه؟ اظن كده الدنيا سهله صح؟ قال لك خد بالك يا دكتور ان الاكسترا امبريونيك سيلم اللي هو الكافيتي الواحد ده لم يحوط بالجنين داير ما يدور. لم يحوط بالجنين ايه؟ داير ما يدور. امال عمل ايه؟ ساب حته without cavitation. ساب حته without ايه؟ كافيتيشن. الحته دي موصله الامبريو من جوه بالتروفوبلاست بره. الحته دي موصله الامبريو من جوه بالتروفوبلاست بره، موصله. فعشان كده سميناها ذا كونكتنج ستوك. ذا كونكتنج ستوك موصله الامبريونيك ديسك بتاعنا بالوول اوف ذا فيزيكل من بره اللي هو مكون من التروفوبلاست يعني، او اللي هنعرف ان هيبقى اسمه كوريوم بعد كده.
فعلشان هي بتوصل ده بده سميناها the body stock او the connecting stock، يعني الكورد او الديل او الجسم الموصل. الجسم الموصل ده يا شباب ربنا سبحانه وتعالى سابه توصيله كده عشان blood vessels تعدي بين الفيتس وبين البلاسينتا ويحصل تغذية للفيتس من خلال البلاسينتا. ما ينفعش افصل الجنين داير ما يدور تماما عن البلاسينتا، يبقى استفدت ايه في الاخر؟ هتلاقي البيبي بيعوم كده جوه في النص، لكن لازم اربطه في البلاسينتا بحاجة. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى الميزوديرم البرايمري بتاعنا ما يحصلوش كافيتيشن داير ما يدور، لا ده بيخلي حتة موصلة توصل الديسك بالجدار بتاع الفيزيكل. مفهومة الحتة دي ولا مش مفهومة؟ طب ايه الملحوظة التانية يا دكتور؟ قال لك ان السنسيتيو تروفو بلاست بقى مع والسايتو تروفو بلاست عمالة ايه بقى؟ عمالة تخش جوه الاندوميتريم، عمالة تعمل امبلانتيشن. انتوا فاكرين الامبلانتيشن خلص كومبليتلي امتى؟ فينك يا دكتور عبد الرحمن؟ اليوم التاسع صح؟ يعني في الاسبوع التاني صح يا شباب؟ صح؟ طيب يبقى اذا لازم اقول لك معلومة، ان والبلاستوسيست عمال يحصل فيها امبلانتيشن التغيرات دي شغالة. التغيرات دي ايه؟ شغالة. انا حتى دكتورة فاطمة بتاعت الكونكتنج ستوك الحمد لله على السلامة، اولا كونكتنج ستوك حلو. بص يا دكتورة فاطمة، احنا اتفقنا ان انا عندي ميزوديرم محوط بالامبريو داير ما يدور، ظهر جواه كافيتيز كتيرة، الكافيتيز دي اتجمعت مع بعضها في منتصف الميزوديرم بالظبط، فقمت انت عامله سبليتنج او انشقاق للميزوديرم لطبقتين، طبقه خارجيه مبطنه البلاستوسيست او التروفوبلاست يعني من جوه، سميتها البارايتال لاير اوف ذا ميزوديرم، يعني الطبقه الجداريه من البرايمري ميزوديرم، والطبقه اللي جوه اللي هي لفه على البيبي نفسه سميتها الفيسرال لاير اوف ذا برايمري ميزوديرم، الطبقه الحشويه للبرايمري ميزوديرم. بس خلي بالك ان الكافيتي ما عملش داير ما يدور، كافيتي ما عملش داير ما يدور، لا ده جه في حته وسابها متوصله، ساب الديسك من جوه متوصل بالكوريوم من بره علشان تعدي البلاد فيسلز بعد كده بين البيبي وبين البلاسينتا فيقدر يتغذى من البلاسينتا. المنطقه دي اسمها الكونكتنج ستوك او المنطقه او الجسم الموصل بين البيبي وبين البلاسينتا. المعلومه الثانيه، قلت لكم ان السنسيتيو تروفو بلاست وهو ماشي كده عمال يعمل امبلانتيشن ظهر جواه كافيتيز برضو او سبيسز فراغات، سميتها سنسيتيال لاكوني، يعني جيوب السنسيتيوم، جيوب السنسيتيوم. مع استمرار البنتريشن والاروجن بتاع الاندوميتريوم هتوصل في الاخر يا دكتور للبلاد بتاع الام، هتوصل في الاخر للدم بتاع الام، فهيقوم حاصل ان البلاد اوف ذا ماذر الماتيرنال سينوسويد زي اللي هي الجيوب الدمويه بتاعه الماذر، الدم اللي موجود فيها او بحيرات الدم اللي موجوده في الوول اوف ذا يوترس تقوم داخله جوه اللاكوني بتاعه السنسيتيو تروفوبلاست، وبهذا يكون دم الام عمل فلو انسايد ذا كوريونيك فيسيكل، اند ناو ذا بلاد اوف ذا ماذر كان فلو انسايد ذا تروفوبلاست، جوه التروفوبلاست. بنسمي الدخله دي والانتشار ده يوترو بلاسينتال سيركيوليشن، يعني مرور الدم والدوره الدمويه بين اليوترس وبين البلاسينتا، فبنسميها يوترو بلاسينتال سيركيوليشن. الطبقه اللي مغطيه الامنون دي يا شباب دي اسمها فيسرال لاير اوف ذا برايمري ميزوديرم. ماشي يا دكتور احمد؟ visceral layer of the primary mesoderm. اما دي parietal layer. يا سلام لو تصبروا على رزقكم، هجيب لكم صوره مجسمه دلوقتي وهنفهم فيها كل حاجه. بس اهم حاجه الملحوظتين دول مهمين جدا، لازم تاخد بالك منهم. في خلال ان البيبي عمال يكبر وينقسم ويحصل فيه الحاجات دي، اللاكونه دي يا دكتوره ايمان لاكونه معناها تجاويف او جيوب. فالتروفو بلاستيك لاكوني معناها تجاويف وجيوب ظهرت جوه السنسيتيو تروفو بلاست. ما انا بعيد اهو دكتوره اميره تاني.
التجاويف اللي اسمها لاكيوني دي عباره عن فراغات ظهرت جوه السنسيتو تروفوبلاست، والبلاستوسيست شغاله عماله تعمل بنتريشن في الاندوميتريوم لحد اليوم التاسع، وبعد ما هتعمل بنتريشن التروفوبلاست هتكبر عشان تعمل البلاسينتا وهكذا. يعني انا بعمل ايروجن في الاندوميتريوم، هوصل في مرحله معينه ان انا هوصل للساينوسويدز. انا خدت في الانترودكشن يعني ايه كلمه ساينوسويدز، يعني جيوب دمويه. هوصل للساينوسويدز بتاعه المذر اللي موجوده في جدار الرحم، اللي موجوده فين؟ في جدار الرحم. اول ما اوصل للساينوسويدز دي وانا عندي الفراغات دي زي الصوره ما هي بتقول كده، هتلاقي الدم هيخش جوه التروفوبلاست سيستم، وبذلك يبقى فيه كميه من دم الام تقدر تخش عند التروفوبلاست بتاع البيبي، وهكذا يحصل بلاد فلو او بلاد سيركيليشن اسمه يوترو بلاسينتال سيركيليشن، يعني الدوره الدمويه التي تمر بين الرحم بتاع الام وبين التروفوبلاست بتاع الجنين اهي. تمام. يبقى انا فهمت بالتو سلايدز دول اول فكره ان انا عندي كونكتنج ستوك هيبقى هو ده اللي هيوصل الدم بين البيبي وبين البلاسينتا، وان انا عندي بحيرات دمويه في جدار الرحم هتوصل للتروفوبلاست وتكون لي المشيمه بعد كده. تمام. حلو. ايه رايكم في الصوره دي بقى؟ عمال اقول لكم ساعتها اصبروا على رزقكم. ايه رايكم في الصوره دي؟ بصوا يا شباب، دي البلاستوسيست بتاعتنا. الصوره وضحت ولا ما وضحتش الاول؟ عشان هي صوره حلوه جدا، صوره حلوه جدا، عايزكم تبصوا عليها. دي البلاستوسيست صح، عملت امبلانتيشن في الاندوميتريال وول. عملت امبلانتيشن فين؟ في الاندوميتريال وول. تمام. وقامت قافله مكان الامبلانتيشن سايت بتاعها بالفايبرين كلوت. فاكرين المحاضره اللي فاتت ولا نسيناها؟ ها، قفلتها بالفايبرين كلوت. بقت دلوقتي البلاستوسيست في اليوم التاسع completely embedded inside the uterine wall inside the endometrium. اتفقنا؟ بص بقى ايه التغيرات اللي حصلت. هي عباره عن كوره مقفوله داير ما يدور، عباره عن كوره مقفوله داير ما يدور. انا عملت ايه هنا؟ شقيت الكوره دي من فوق وشلت نصها الشمال، وشقيت من تحت النص الشمال وشلت النصين دول، وسبت رغيف العيش راشق في النص اهو. رغيف عيش ولا مش رغيف عيش؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس، مش ده رغيف عيش؟ رغيف، بس رغيف حلو كده متغذي. تمام؟ حلو. بصوا بقى، يبقى انا عملت ايه؟ شمسي، انت من الصعيد يا بهاء؟ العيش الشمسي ده الصعايده بس هم اللي يعرفوه. لقطتها منك انا، العيش الشمسي دي صعيدي 100%. طيب ماشي، يبقى اكيد ليك زمايل صعايده عارفين. بصوا بقى، يبقى الصوره دي ظهرت ازاي؟ قصيت نص السيست من فوق ونص السيست من تحت، وجيت عند الرغيف ما قربتش منه، علشان اوريك ازاي الرغيف داخل راشق قاسم البلاستوسيست الفراغ فوق وفراغ تحت. انتوا اللي هتقولوا بقى، لو ده البايلامينر امبريونيك ديسك هتبقى الخلايا اللي فوق دي اسمها ايه؟ اللي هي كولامنر دي اسمها ايه؟ ها؟ اي بي بلاست. برافو، اي بي بلاست. طب نشوف كده. صح، دي الاي بي بلاست فعلا. طب الاي بي بلاست دي ظهر فيها تجويف كده من فوق داير ما يدور، هذا التجويف هسميه ايه؟ امنيوتيك كافيتي. امال الخلايا بقى اللي هتطلع من الاي بي بلاست وتحوط بالامنيوتيك كافيتي ده داير ما يدور هسميها ايه؟ امنيون. برافو، this is the amnion and this is the amniotic cavity. يبقى دي اسمها الامنيون ودي اسمها ايه؟ الامنيوتيك كافيتي. هايلين، برافو عليكم. طب لو دي الايبي بلاست هتبقى الخلايا المربعه الكيوبويدال اللي تحت دي اسمها ايه؟ هايبو بلاست، اللي هي طبقه الرغيف التحتانيه. برافو. هتديني الخلايا دي اللي اسمها ايه لو تفتكروا؟ الممبرين اللي اسمه اكسوسيلوميك ممبرين، واللي مش عاجبه كلمه اكسوسيلوميك ممبرين يقول هيوسرز ممبرين اهي. صح، الهيوسرز ممبرين ده مع الهايبو بلاست حوط لي داير ما يدور بالكافيتي ده اللي اسمه ايه؟ برايمري يوكسيك.
تخيلنا الدنيا ماشية ازاي. الدنيا ما هياش ثنائية الأبعاد خالص، ما هياش ورقة مرسومة عليها، ده بني آدم بيتكون، يبقى لازم يكون ثلاثي الأبعاد زي ما انتوا شايفين كده. طب انتوا بقى طبعا صوروا يا شباب زي ما انتوا عايزين براحتكم طبعا. بصوا بقى بس استنى اما البيانات تكمل. اللي باللون البامبي ده مش بيفكركم بحاجة؟ اللي باللون البامبي ده مش بيفكركم بحاجة؟ ها اللي باللون البامبي ده ايه؟ مين هيقول؟ مين هيجاوب؟ برافو، ذا برايمري ميزوديرم. خلي بالك ان في كافيتي جه في النص قسم البرايمري ميزوديرم ده، داير ما يدور ما عدا في الحتة دي، داير ما يدور ما عدا ايه؟ ما عدا في الحتة دي. فبقى له كام طبقة؟ له طبقة خارجية يا دكتور اسمها السوماتيك لاير اوف ذا برايمري ميزوديرم، عاملة لايننج للتروفوبلاست من جوه. برافو. طب وايه كمان؟ وطبقة داخلية مغطية اليوكساك اسمها الفيسرال لاير اوف ذا برايمري ميزوديرم. اتفقنا؟ يبقى الكافيتي ده اسمه ايه؟ عروستي، الكافيتي ده يبقى اسمه ايه؟ بين بين السوماتيك والفيسرال لاير اوف ذا ميزوديرم هيبقى الكافيتي ده اسمه ايه؟ يا نهار اسود، الكافيتي ده اسمه ايه؟ اللي بيتقفل بعد كده وبيتسد يا بهاء. الاكسترا، ايوه الاكسترا امبريونيك سيلم. الاكسترا امبريونيك ايه؟ سيلم، معلش ما خدتش بالي كنت مركز في الصوره. الاكسترا امبريونيك سيلم، اتفقنا؟ طيب انتوا اللي هتقولوا بقى ايه ده؟ which trophoblast is these cells؟ السايتو تروفوبلاست، نشوف كده؟ صح انتوا بتتكلموا صح اهو. طب والطبقه دي مين؟ الطبقه دي مين؟ اللي ما فيهاش جدران، السنسيتيو تروفوبلاست. برافو. ظهر جواها سبيسز اهي اسمها لاكيوني، وده الدم بتاع المذر دخل جوه اللاكيوني دي. طب فاضل ايه تاني يا دكتور؟ فاضل بقى حته هتكمل الرسمه كلها. ايه ده اللي انا بشاور عليه تحت ده؟ اللي قافل الفتحه بتاعت الامبلانتيشن كلوت. برافو عليكم، فايبرين كلوت. طيب بص بقى معايا، شايفين الثلاث طبقات دول يا دكاتره؟ شايفين الثلاث طبقات دول؟ الثلاث طبقات دي اللي هي سوماتيك ميزوديرم، سايتو تروفوبلاست، سينسيتيو تروفوبلاست. الثلاث طبقات دول هما الجدار الخارجي للكوريونيك فيزيكل، صح؟ هما الجدار الخارجي لمين؟ للكوريونيك فيزيكل، صح ولا غلط؟ برافو. يبقى ينفع اسميهم كوريون ولا ما ينفعش؟ مسموح لي اسميهم كوريون ولا عيب؟ مش عيب خالص. يبقى اخر حاجه الدايره دي اللي هي الجدار الخارجي للكوريونيك فيزيكل الذي يحتوي على سينسيتيو تروفوبلاست وسايتو تروفوبلاست و سوماتيك لاير اوف ذا برايمري ميزوديرم از كولد ذا كوريون. ودلوقتي اللي عايز يصور السلايد خلاص مش هنزل بيانات تاني، اللي عايز يصور السلايد يصورها، اسمها الكوريون. تمام؟ اعتقد الصوره دي كانت مهمه جدا جدا عشان تتخيل الامبريولوجي وتعرف راسك من رجليك والدنيا ماشيه ازاي. طول ما انت بتشوف صور ثنائيه الابعاد هتبقى معاك مشكلة جامدة جدا، هتبقى فاكر ان البيبي ده عبارة عن ورقة. لكن اعتقد رشقة رغيف العيش بالمنظر ده فهمتنا ازاي في كافيتي فوق وكافيتي تحت، وفهمتنا ازاي ان انت مجوف وكورة داير ما يدور والرغيف ده رشق فيها في النص. ماشي يا شباب؟ اوكي. حد لسه مش متخيل؟ ان شاء الله يا حسام ان شاء الله يبقى في تسجيل، قول يا رب بس وبعد ما اخلص هلاقيها اتسجلت، ربنا يسهل. حد لسه مش متخيل؟ حلو قوي. يبقى اول ما قلت لك ان دي الكوريون يبقى الخطوه الثالثه ايه يا دكاتره؟ الكوريون. صغرنا بقى الصوره عشان انتوا شايفينها بقى قبل كده، بقى مش هفضل مكبرها مش لاقي حته اكتب فيها كده، لازم الصوره تصغر. يبقى السلايد الجديده اسمها الكوريون. What is the corion؟ اديني تعريف بقى. What is the corion؟ What is the corion؟
I am waiting for the answer. What is the chorion? ايوه اللي شبه رغيف العيش ده، هو ده الجنين، هو ده الامبريونيك ديسك. شفت احنا بيبقى شكلنا عامل ازاي قبل ما نتكون؟ برافو. It is the wall of the chorionic vesicle. انت قلت كل اللي انا عايز اقوله، ان هو ال wall of the chorionic vesicle، وان هو بيتكون من 3 layers اللي احنا عارفينهم من بره لجوه، سينسيتو تروفوبلاست، ثم سايتو تروفوبلاست، والسوماتيك لاير اوف ذا برايمري ميزوديرم. وده كلام قديم يا دكتور، انت لسه قايله لنا في السلايد اللي فاتت. سينسيتو تروفوبلاست، سايتو تروفوبلاست، اني لاير اوف ذا ميزوديرم، اني لاير اوف ذا ميزوديرم، ذا سوماتيك لاير اوف ذا ميزوديرم، او البارايتال لاير اوف ذا ميزوديرم. جبت سيره السبلانكينك لاير او الفيسرال لاير عشان الام سي كيو؟ جبت سيره السوماتيك او السبلانكينك؟ لا. برافو، حلو، خش على اللي بعده. طب يا دكتور احنا كده بقى عندنا كوريون مكون من سينسيتيو وسايتو وبرايمري ميزوديرم، تمام؟ حلو. وعندي لاكونا وسبيسز وجيوب اتخلقت في السينسيتيو، دخل فيها دم الام. طب البيبي ده يوصل لدم الام ده ازاي؟ قال لك بقى بيحصل بروليفريشنز، تكاثرات اصبعيه الشكل، تكاثرات اصبعيه الشكل، فينجر لايك بروليفريشنز. اني خلايا اللي بتعمل بروليفريشن يا شباب؟ عشان ده مهم جدا. السنسيتيو ولا السايتو؟ اللي باللون الموف ده مين، السنسيتيو ولا السايتو؟ السايتو. يبقى البروليفريشن بيحصل فين؟ دي مهمه جدا، في السايتو تروفوبلاست. Toward the outer surface of the vesicle. يعني ايه؟ بتطلع صوابع كده داير ما يدور، تتجه للجدار الخارجي للكوريونيك فيزيكل، اسمها كوريونيك فيلاي، اللي هي الخملات، عاملة شبه الصوابع. لو بصيت كده داير ما يدور على الخملات دي، هتلاقيها ان هما بيعتقدوا، بتوع الاناتومي يعني وبتوع العلم الامبريولوجي، بيعتقدوا ان البروليفريشنز دي اللي بيعمل لها ستيموليشن الاندرلاينج لاير اوف ذا ميزوديرم. اللي بيعمل لها ستيموليشن مين؟ الاندرلاينج لاير اوف ذا ميزوديرم، تمام؟ ماشي. الكوريونيك فيلاي بتبقى متوزعه كالاتي. معلش يا اولاد صوت الاطفال لو واصل لكم، معلش انا بعتذر. الكوريونيك فيلاي يا شباب موجود. زمانكم سامعين وعمالين تقولوا في ايه؟ مين اللي بيزعق ده؟ بص يا شباب، الكوريونيك فيلاي هي اللي بتنتج عن التكاثر بتاع السيتوتروفوبلاست. لما بص عليها كده هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى وزعها على طريقتين. نوع منهم بيبقى ويل ديفلوبد، يعني نوع بيبقى طويل قوي وصوابعه طويله كده ومية مية، وهو ده النوع المواجه للديسيدوا بيزالس. ايه ده يا دكتور؟ هي مين ديسيدوا بيزالس دي؟ يلا نجاوب بسرعه، سؤال مفاجئ، سؤال فجأه. ما هي الديسيدوا بيزالس؟ سؤال فجأه، سؤال فجأه، انتوا لسه متفاجئين؟ الديسيدوا بيزالس، ما هي الديسيدوا بيزالس؟ ما هي ديب لاير اوف ذا بلاستوسيست؟ الديسيدوا بيزالس يا علي، ايه اللي دخل البلاستوسيست في الموضوع؟ يعني ايه دي سدوة يا ولد منك لو؟ هي اللي بتكتب دي دكتورة آية صالح؟ دكتورة آية، انتي آية؟ انا مش مصدق، انتي آية؟ آية يا صالح ولا آية حد تاني؟ ثواني، هي جاوبت عليا بس. افتكرتوا ان دي سدوة دي اندوميتريوم بس بتاع الجرافيد يوترس، يعني جدار الرحم بتاع. دكتوره ايه، ماشي، اهلا بيكي، اهلا بيكي معانا. يعني يا شباب دي الاندوميتريوم بتاع اليوترس الحامل، بس اللي موجود بين البيبي وبين اليوتراين وول. فالكوريونيك فيلاي اللي بتخش جوه الديسيدو بيزاليس دي اسمها كوريون فروندوزم، لانها بتبقى كبيره وهي دي اللي هتبقى وهتفضل عايشه واللي هتعمل البلاسينتا بعد كده. هي الموجودة اوبوزيت او فيسينج ذا ديسيدوا بيزالس، اللي هي دول يعني، اهي الكوريون فروندوزا اهو، تمام.
انا كنت في الجزئيه الاخيره يا دكتوره مروان بس بتفرج على الصوره وبقول البيانات بتاعه الصوره. في تسجيل ان شاء الله، اقول يا رب بس ويبقى في تسجيل المحاضره عشان لو في حاجه فاتتك تسمعي. طيب اما لا انا شايف التايمر، انتوا مش شايفينه ازاي؟ انا شايفه عادي ما تقلقش. بصوا يا شباب، بالنسبه للكوريونيك فيلاي اللي موجوده بقى في مواجهه الديسيدوا كابسولاريس، هي كانت الديسيدوا كابسولاريس دي ايه؟ ربنا يستر، كانت ايه الديسيدوا كابسولاريس دي؟ دي كان الاندوميتريال كفرنج اوف ذا بيبي نفسه، صح؟ حلو، اللي هي موجوده سوبرفيشال للبيبي اللي بتحيط بالجنين. يبقى الكوريونيك فيلاي اللي مواجهه للكابسولاريس هيبقى اسمها كوريوم فروند ليفي، كوريو ليفي علشان هيحصل لها اتروفي بعد كده وهي ضعيفه وحالتها بالبلد، فاسمها كوريون ليفي، يعني كوريون الميته او الاتروفيك او اللي هتسيب بعد كده، هتليف وتموت. تمام، حلو. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان عندنا تو تايبس اوف كوريون، في فيلاي بتطلع ناحيه الديسيدوا بيزاليس كله جاي من التروفوبلاست يا سعيد، كل الكوريونيك فيلاي جايه من السيتوتروفوبلاست يا بهاء، كل الكوريونيك فيلاي جايه من السيتوتروفوبلاست. في كوريونيك فيلاي كبيره وحلوه كده ومتغذيه ناحيه الديسيدوا بيزاليس، هي دي اللي هتعمل لي البلاسينتا فسميناها كوريون فروندوزوم. اما اللي ناحيه الديسيدوا كابسولاريس كلها حصل لها اتروفي فسميناها كوريو ليفي. ليه؟ علشان يا دكتور ما ينفعش اعمل، ما ينفعش ان شاء الله يا شباب، ان شاء الله ما ينفعش اعمل بلاسينتا تاخد اليوترس كله داير ما يدور، ما ينفعش اعمل بلاسينتا تاخد اليوترس كله داير ما يدور. تمام، فانا عايز البلاسينتا ناحيه الديسيدوا بيزاليس بس وناحيه الكونكتنج ستوك بس، مش اكتر من كده. تمام، طيب. طب يا دكتور، حضرتك قلت لنا ان الكوريونيك فيلاي دي هي عباره عن تكاثر السيتو تروفوبلاست. ايه يا سعيد انت مهنج ولا ايه اللي انت بتكتبه ده؟ جي اتش دي معناها ايه؟ معناها لا، هو ايه اللي لا؟ اتش اس تي معناها ايوه، اتش اس تي اس مش عارف ايه، ما علينا، اسف. اتش اس تي يعني الف اس، تمام، ماشي. انت عارف يا دكتور ان الكوريونيك فيلاي دي هي عباره عن تكاثر السيتوتروفوبلاست تحت السنسيتوتروفوبلاست، صح؟ سيتوتروفوبلاست تحت السنسيتوتروفوبلاست. انت متعود تحلف على طول كده يا سعيد، ما تتعودش على الحلفان كده. فعندي ثلاث انواع من الفيلاي، اول واحده اسمها برايمري فيلس وهي عباره عن تو لايرز بس، عباره عن سيتوتروفوبلاست كبر انسايد السنسيتوتروفوبلاست بس، برايمري فيلس بس. يعني ايه برايمري فيلس؟ طبقتين سيتوتروفوبلاست فوقيها سنسيتوتروفوبلاست، والفراغ اللي بينهم اللي اسمه انترفيلس سبيس ده هو ده الفراغ اللي بيتملي بالدم بتاع المادر. تمام، طب السكندري فيلاي ايه اللي حصل لهم بقى؟ في ايه تحت السنسيتوتروفوبلاست والسيتوتروفوبلاست؟ جدار الكوريوم كان فيه ايه تاني؟ ذا وول اوف ذا كوريوم كان فيه ايه تاني؟ الوول اوف ذا كوريوم كان فيه ايه تاني غير السنسيتو والسايتو؟ كان فيه ميزوديرم، ويتش لاير اوف ذا ميزوديرم؟ ذا سوماتيك لاير اوف ذا ميزوديرم. فقال لك البرايمري فيلس، البرايمري فيلس لو حصل لها انفيجن باي اكور اوف اميزوديرم، يعني حصل لها ايه؟ جذر داخلي كده من الميزوديرم، ادي السيتوتروفوبلاست، هنا الصوره مقلوبه يا شباب عشان ما تتلخبطوش، وادي السنسيتوتروفوبلاست، وقام داخل لها حته ميزوديرم، كور اوف ميزوديرم، هيبقى اسمها سكندري فيلاي. يبقى وات از ذا ديفينيشن اوف ذا سكندري فيلاي؟ ذي ار ذا برايمري فيلاي افتر ذي ار انفيدد باي ذا برايمري ميزوديرم. حلو، طب والترشري فيلاي بقى؟ الترشري فيلاي بقى اللي هي الاخيره بقى الناضجه خالص بقى، قال لك الفيتال بلاد فيسلز هتتكاثر وتتشعب وتقوم واصله
للترشري فيلاي دي عشان توصل لجدار الرحم بتاع الام علشان يحصل تبادل للغذاء والغازات. فقال لك الترشري فيلاس هي عباره عن السكندري فيلاس دي بس بعد ما حصل لها انفيجن باي فيتال بلاد فيسلز باوعيه دمويه جايه من الفيتس علشان توصل في الاخر للماتيرنال ساينوسويدز والدم بتاع المادر علشان يحصل تبادل غاز واغذيه بينهم. يبقى وات ذا تيرشري فيلاي؟ ذيس ار سكندري فيلاي، ولكن حصل للسكندري فيلاي دي انفيجن بالفيتال بلاد فيسلز فتحولت الى تيرشري فيلاي، يعني الثالثه او الناضجه تماما. تمام ماشي. بصوا كده يا شباب، الكوريون يتكون من ايه يا حسام؟ عايزك انت اللي تجاوبني. الكوريون يتكون من ايه؟ لا يا شباب، الكوريون فراندوزم ده هو اللي هيعمل الثلاثه في اللاي بعد كده يا دكاتره. امشوا بالترتيب. الكوريون فراندوزم ده معناها ايه بالبلدي كده؟ معناها proliferation of the cytotrophoblast and well developed، يعني صوابع كبيره وهي اللي هتعيش بعد كده. اتفقنا؟ ثواني يا دكاتره، ثواني، انا كده فهمت السؤالين اللي ملخبطينكم. يبقى يعني ايه كلمه فيلاي او كوريون فروندوزم؟ يعني ايه كوريون فروندوزم؟ كوريون فروندوزم ده معناه، يا دكتوره ايه ده، كل حاجه ماشيه مع بعضها. الكارديوفاسكولار سيستم بيبدا بيبقى شغال على فكره، القلب بيبدا ينبض من الاسبوع الرابع او السادس بالكتير. تمام. البلاسينتا يا دكتوره ايه بتتكون امتى؟ انا عايزك تركزي، انا هنا بشرح بقيه البلاسينتا، ولو كنت لحقتيني من اول المحاضره كنت هقول ان انا هتكلم على الكوريون، وبالتبعيه هضطر اتكلم على مستقبل الكوريون عشان اتكلم على البلاسينتا اللي هي بتتكون في الشهر الكام؟ الثالث والرابع. والكارديوفاسكولار سيستم بتاع البيبي بيكون اتكون في الوقت ده. اتفقنا؟ يعني خلوا بالكم احنا ماشيين بتسلسل احداث، اللي بيتكون في الاسبوع الثاني هو الكوريون بس. ايوه، ما انا بقول يا بهاء بيكون اتكون، خلاص بيكون اتكون، يعني بيكون اتكون يعني فعل ماضي، ما تسيبه في حاله. تمام. احنا ماشيين بتسلسل احداث. انا عرفت يعني ايه كوريون، يعني ايه كوريون في الاسبوع الثاني، يعني الثلاث طبقات. يا حسام ركز معايا عشان زمايلك طلعوني من اجابه سؤالك، روح اتخانق معاهم بقى. يعني ايه كوريون يا حسام؟ يعني اللاير او الثلاثه لايرز اللي محوطين بالجنين من بره، سينسيتو تروفو بلاست وسايتو تروفو بلاست والسوماتيك لاير اوف ذا ميزوديرم. ماشي. بيحصل تكاثر في السايتو تروفو بلاست. التكاثر ده بيبقى عامل شبه الصوابع فيلاي، فبسميها كوريونيك فيلاي. الكوريونيك فيلاي دي اللي هي عباره عن سايتو تروفو بلاست ومتغطيه بسينسيتو تروفو بلاست، بتبقى ناحيه الديسيدو بيزالس، بتبقى كبيره وهي اللي هتعيش وهي اللي هتعمل البلاسينتا بعد كده، فبسميها كوريون فروندوزم. اما يا دكتوره ساره، الكوريون ليفي معناها الكوريونيك فيلاي اللي هي طالعه من السيتوتروفو بلاست بس اللي مقاسها صغير وبيحصل لها ضمور بعد كده علشان هي بتبقى مواجهه للديسيدو بيزالس، ما ينفعش ازرع فيها بلاسينتا الحته دي، فلازم يحصل لها اتروفي وتختفي بعد كده. اتفقنا؟ حلو. الكوريون بقى اللي طلع، الكوريونيك فيلاي دي دلوقتي في الوقت اللي انا فيه ده في الاسبوع الثاني عباره عن برايمري فيلاي بس، يعني سينسيتو تروفو بلاست وتحتها سايتو تروفو بلاست. ماشي يا حسام لحد دلوقتي؟ مع مرور الزمن ومرور الوقت الكوريونيك فيلاي دي عايزه تعمل بلاسينتا في الاخر، فبيقوم داخل الميزوديرم عامل انفيجن للبرايمري فيلاي دي، فيبقى الصوبع مكون عندي من سينسيتو تروفو بلاست وسايتو تروفو بلاست و برايمري ميزوديرم. وعلى فكره الصوره دي مقلوبه عن الصوره اللي جنبها. ماشي. الصوره دي مقلوبه. تمام. طيب الجنين ان شاء الله في المستقبل هيتكون ليه اوعيه دمويه، وانتوا هتاخدوا الكارديوفاسكولار سيستم لما تاخدوا الثوركس ان شاء الله في الامبريولوجي، بيتكون ليه يا شباب اوعيه دمويه، صح؟ فلما بيتكون ليه اوعيه دمويه، الاوعيه الدمويه بتخش تعمل انفيجن للميزوديرم اللي هو باللون البامبي ده، فبقت دي اسمها تيرشري فيلاي، يعني السكندري هي هيها بس دخل جواها بلاد فيسل، فبقى اسمها تيرشري فيلاي. يبقى التيرشري فيلاي عباره عن ايه؟ عباره عن سينسيتو تروفو بلاست وسايتو تروفو بلاست وميزوديرم وبلاد فيسل من جوه. ايه الهدف؟
ايه الهدف؟ ان التيرشري فيلاي دي هي دي بقى اللي هتبقى موجوده في البلاسينتا بقى، ولما ناخد البلاسينتا بعد كده هتفهموا انا اقصد ايه. هي اللي بيبقى ماشي فيها الاوعيه الدمويه وبتخلي الاكل او الغذاء والاكسجين رايح جاي بين البيبي وبين الام. تمام، يبقى دي خطوه استباقيه. كل ده ما بيحصلش في الاسبوع الثاني بس يا شباب، كل ده ما بيحصلش في الاسبوع الثاني بس يا شباب. الصوره هتظهر تاني دلوقتي يا دكتوره مها، انتظريها بس. تمام، طيب السلايد دي ظهرت يا دكتوره اميره ولا لا؟ يبقى احنا كده يا دكاتره خلصنا الاسبوع الثاني على خير. كان في ايه الاسبوع الثاني؟ قولوا لي الثلاث خطوات اللي احنا قلناهم كده، عايزكم تكتبوهم كده عربي بقى انجليزي بالترتيب من غير ترتيب. يلا ها، كان فيهم ايه؟ ماذا كان في الاسبوع الثاني؟ اول حاجه خالص ان احنا بقى شكلنا عامل شكل ايه؟ شكل الامبريونيك ديسك اللي هو كان شكل ايه؟ رغيف العيش، بايلاترال امبريونيك ديسك. حلو، الرغيف الميزوديرم الكوريون، برافو يا بهاء. تمام حلو، يبقى الخلاصه ان احنا كوننا الكوريونيك فيزيكال يا سعيد، برافو عليكم. يبقى اول خطوه خالص احنا بقينا الانر سيل ماس تحولت الى بايلامينر ديسك، يعني رغيف عيش. رغيف العيش او البايلامينر ديسك ده اسامي البلاستوسيست، الفراغ فوق وفراغ تحت، وعرفنا اساميهم ايه. بعد كده ربنا سهل والميزوديرم طلع وعمل اشكال مختلفه اكتر. بعد كده في الاخر بعد الميزوديرم تكون الكوريون، تكون الايه؟ الكوريون، وطلعت الكوريونيك فيلاي عشان تتكون البلاسينتا في المستقبل. واخد بالك انا ليه ده العنوان الوحيد النهارده اللي حطيته جوه برواز؟ ده العنوان الوحيد اللي حطيته جوه برواز عشان اقول لك خلي بالك الديفلوبمنت اوف ذا بلاسينتا دي مش في الاسبوع الثاني. الاسبوع الثاني اخره ان الكوريون اتعمل وعمل الكوريون الكوريونيك فيلاي وكوريون فروندوزوم وكوريون ليفي وزي الفل وتمام على كده. اما الديفلوبمنت اوف بلاسينتا ده بناخدها بالتبعيه. تعريفها هي البرايمري سايت اوف نيوتريشن اند جاز اكستشينج بتوين ذا ماذر اند فيتس. طبعا كلنا عارفين ان المشيمه اهي هي اللي بتغذي البيبي، صح؟ تمام. بتتكون في البيجيننج اوف ذا فورث مانث. علشان كده الكوربس ليوتيم اوف بريجننسي بيموت في الشهر الكام؟ الكوربس ليوتيم اوف بريجننسي بيموت في الشهر يعني الثالث والرابع، تكون اتكونت مين؟ البلاسينتا. ليه بيموت؟ علشان البلاسينتا بتقول له خلاص كفايه عليك كده، انت بقالك اربع شهور عمال تطلع في بروجسترون، انا كده كده هتكون، انا كده كده هتكون وهبقى انا اللي بغذي البيبي، فانا من باب اولى انا اللي افرز الهرمونات اللي انا عايزاها بقى، فكفايه عليك كده واتكل على الله، اديت رسالتك بنجاح. طيب البلاسينتا دي ليها كام بارت يا شباب؟ عايز اختبر معلوماتكم العامه كده. تتوقع ان المشيمه دي موجوده بين البيبي وبين رحم الام، هيبقى ليها كام بارت؟ اتنين، تلاته. طب نشوف، كل واحد له رايه عادي. حسام بيقول تلاته، ناس بتقول اتنين، الله اعلم هما بيعتبروا اني جزء واني جزء، بس خلينا نشوف ونقول. اول جزء اسمه فيتال بارت، يعني الجزء بتاع البيبي ده. مين اللي بيكونه يا شباب؟ كوريون فروندوزم ولا الكوريون ليفي؟ الكوريون فروندوزم ولا الكوريون ليفي؟ لا، هي انا اقصد ليها تو بارتس او ليها تو سايدز يا شباب، ليها جانبين او جزئين، يعني بيتم تخليقها من جزئين. اول جزء الكوريون فروندوزم اوف ذا بيبي، ده هيعمل لي ذا فيتال بارت اوف ذا بلاسينتا. طب والنوع الثاني؟ تتوقعوا اني ديسيدو هتكون النوع الثاني او الجزء الثاني؟ الماتيرنال بارت هيتكون باني ديسيدوا، البيزاليس ولا البرايتاليس ولا الكابسولاريس؟ البيزاليس، برافو عليكو. It is the ديسيدوا بيزاليس. يبقى what are the placenta؟ The placenta equals، the placenta equals corium frondosum plus ديسيدوا بيزاليس. يبقى ليها two parts، maternal part and fetal part. طيب حلو يا دكتور وبرافو عليكو وممتاز. ادي ديسيدوا بيزاليس وادي الكوريونيك فيلاي، الاثنين مع بعض ده عملت الفيتال سيرفيس ودي عملت الماتيرنال سيرفيس. ماشي، خلي بالك بقى ان الديسيديو وبيزاليس دي مش هتسيب البلاسينتا سايحه على بعضها كده، امال هتعمل ايه يا دكتور؟ هتبعت سيبتا، هتبعت حواجز، هتبعت حواجز.
هتبعت حواجز، هتبعت حواجز فين؟ ناحية البيبي، ناحية البيبي. يبقى الديسيدوا هتبعت حواجز باتجاه البيبي في الانترفيلوس سبيس، يعني في الفراغات اللي بين الكوريونيك فيلاي وبعضها، في الشهر من الرابع للخامس، وتقوم مقسمة البلاسنتا into compartments يعني أجزاء. هذه الأجزاء تسمى كوتيليدونز، وهنشوفهم دلوقتي حالا، ما تقلقوش. يبقى بيقول لك الديسيدوا بيزالس دي يا دكتور هتبعت حواجز بين الكوريونيك فيلاي وبعضها. هذه الحواجز هتقسم الماتيرنال سيرفيس اوف ذا بلاسينتا انتو كومبارتمنتس او كوتوليدونز، يعني اجزاء متفرقه جنب بعضها. انا كنت بشرح ان البلاسينتا يا دكتوره ندى ليها جزئين، فيتال بارت فورمد باي كوريوم فريندوزم، وماتيرنال بارت فورمد باي ديسيدوا بيزاليس. وقامت الديسيدوا بيزاليس بعتت حواجز بين الكوريونيك فيلاي، هذه الحواجز قسمت البلاسينتا وخصوصا من ناحيه الماتيرنال سيرفيس الى اجزاء اسمها كوتوليدونز. نصبر على الصوت هيرجع يا شباب، نصبر شويه هيرجع، نصبر شويه هيرجع، مفيش مشكله خالص، نصبر شويه يرجع. سبتا يا استاذ حسام، يعني حواجز، جدران، بتبني جدران بين ال... يعني بتقسم البلاسينتا لاجزاء، هتبص عليها دلوقتي وتفهم انا اقصد ايه. طيب الفول تيرم بلاسينتا يعني ايه؟ الفول تيرم بلاسينتا يعني ايه؟ الفول تيرم بلاسينتا يعني البلاسينتا لما يكون البيبي خلاص في الشهر التاسع وهيتولد. فول تيرم بلاسينتا شكلها من بره عامل ازاي يا دكاتره؟ شكلها من بره عامل ازاي؟ اهي، اولا هي مدوره ولا مش مدوره؟ مدوره، يبقى هي ديسك، فلاتند ديسك، يعني ديسك مبطط كده، تمام؟ عباره عن من 15 ل 25 سنتي في الدايمتر في المحيط، السمك بتاعها 3 سنتي، الوزن بتاعها حوالي نص كيلو، تمام. طيب بتبقى مغطيه 25 ل 30% من الانترنال سيرفيس اوف ذا يوترس، يعني بص ده كل الانترنال سيرفيس اوف ذا يوترس، ده كل الانترنال سيرفيس اوف ذا يوترس. هتظهر دلوقتي يا شباب، اصبروا عليها بس، ادوا فرصه لنفسكم شويه. ده الانترنال سيرفيس اوف ذا يوترس. البيبي طبعا بقى مكتمل النمو اهو وجاهز انه يتولد على طول. قال لك البلاسينتا مغطيه حوالي 30% بس من الانترنال سيرفيس اوف ذا يوترس، اتفقنا؟ حلو. طيب ليها تو سيرفيسز، الناحيه المواجهه للبيبي دي المفروض متغطيه بالامنيون فهتبقى سموز، ناعمه، سموث سيرفيس كفرد باي ذا امنيون، تمام. وفي نفس الوقت الامبلايكال كورد از اتاتشد تو اتس سنتر. مش الامبلايكال كورد ده كان مكانه ايه لو تفتكروا كده؟ كان ايه قبل ما يبقى امبلايكال كورد؟ كان ايه قبل ما يبقى امبلايكال كورد؟ ده كان السكه اللي بين البيبي والبلاسينتا، برافو عليكم، كان الكونكتنج ستوك، برافو عليكم. طب السيرفيس التاني اللي هو المواجه للام، يعني السيرفيس اللي هو هنا اللي هو راشق في الاندوميتريوم، اللي راشق في اليوتراين وول، بص متقسم ازاي فينك يا سعيد، بص متقسم ازاي. بسبب ان الديسيدوا بيزالس نفسها اللي البلاسينتا دي كانت راشقه فيها بعتت سبتا اهي، بص بعتت جدران، 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 قسمت البلاسينتا الماتيرنال سيرفيس انتو قطع اللحمه اللي انت شايفها دي، قطع قطع قطع، كومبارتمنتس بنسميها كوتوليدونز. يبقى الاوتر سيرفيس اللي هو ناحيه اليوترس بتاع المذر اسمه الماتيرنال سيرفيس اوف ذا بلاسينتا، يعني الناحيه اللي ناحيه الام، فيها من 15 ل 20 كوتوليدونز، يعني قطع او كومبارتمنتس منفصله، بسبب ان في سبته كانت مفصوله بينها. السبته دي كانت طالعه منين؟ من الديسيدوال سيلز. السبته دي كانت طالعه من الديسيدوال سيلز. مكان الجروفز ده بيقول لي خلي بالك ان الجروفز دي هي مكان السبته اللي كانت جايه من ناحيه الديسيدوال، فبقى دي اسمها كوتليدونز وده الماتيرنال سيرفيس اوف ذا بلاسينتا. في البراكتيكال اكزام يا شباب في الامتحانات العملي يجيب لك الصوره دي ويقول لك ويتش سيرفيس اوف ذا بلاسينتا، تقوم انت قايل له ايه؟ This is the fetal surface of the placenta. او يجيب لك الصوره دي ويقول لك identify the surface of the placenta،
فتقول لي this is the maternal surface of the placenta. يبقى اول ما تلاقيه ناعم كده وماسك فيه الامبليكال كورد يبقى ده الفيتال سيرفيس. اول ما تلاقيه قطع لحمه جنب بعضها كده كوتوليدونز يبقى ده مين؟ الماتيرنال سيرفيس. اتفقنا؟ يبقى دي جروس ابييرنس اوف ذا بلاسنت. امال ايه بقى الميكروسكوبيك ابييرنس يا شباب بالميكروسكوب؟ ايوه دي شبه السبته بتاعه الديب فاشيا بس بتطلع هنا من الديسيدوا من الاندوميتريوم نفسه. ماشي يا دكتور احمد. ايه الميكروسكوبيك ابييرنس بقى؟ يعني لو قطعت حته من البلاسنتا دي وبصيت عليها تحت الميكروسكوب هشوف فيها ايه؟ تتوقع كده. هتقولي والله يا دكتور هي عباره عن كوريوم فرندوزم وديسيدوا بيزاليس. يعني هشوف فيها ايه يا دكتور؟ يعني هشوف فيها فيلاي والفراغات اللي بين الفيلاي وهشوف فيها حته من الاندوميتريال وول، صح كده؟ يبقى تحت الميكروسكوب هشوف فيها ايه؟ هشوف الفيلاي وهشوف الفراغات اللي بين الفيلاي وبعضها وهشوف جزء من الاندوميتريال وول، صح ولا غلط؟ انا كده بتكلم صح ولا غلط؟ المنطق بيقول كده. طب اني جزء من الفيلاي اللي انت هتشوفه تحت الميكروسكوب لما البلاسنتا تكون كملت 9 شهور؟ برايمري فيلاس ولا سكندري فيلاس ولا تيرشري فيلاس؟ هشوف فيلاي نوعها ايه؟ تيرشري. برافو عليكم. ما ينفعش بلاسنتا تتكون من غير تيرشري فيلاي. ماشي؟ حلو. بص معايا كده على الصوره. اللي باللون الاخضر الغامق ده سايت سينسيتيو تروفوبلاست، ماشي؟ اللي باللون الاخضر ده سايتو تروفوبلاست، صح؟ الفاتح. واللي باللون الابيض ده مين؟ الميزودير. وحصل انفيجن بايه؟ بالفيتال بلاد فيسلز. احمر وازرق عشان في حاجات شايله اوكسجينيتد بلاد وحاجات شايله دي اوكسجينيتد بلاد. وادي الاندوميتريوم بتاع المذر. المنقط ده هو الاندوميتريوم. في ماتيرنال ساينوسايدز، في بحيرات من الدماء. البحيرات اللي من الدماء دي دخلت جوه السنسيتيو تروفوبلاست، اللاكني بتاعت السنسيتيو تروفوبلاست، وقامت ماليه الانترفيلاس سبيس. بقت كده الفيلاي عايمه في الدم بتاع الام ولا لا؟ الفيلاي كده بقت عايمه في دم الام ولا لا؟ بقت عايمه في دم الام. يبقى مع ذلك بيحدث تبادل غازي بين البيبي والام ولا بيحصلش؟ بيحصل. بيحصل تبادل نيوتريشن بين البيبي والام ولا لا؟ بيحصل. السؤال بتاعك انت يا بهاء، انت ومحمد مجدي، هيجي في السلايد الجايه حاجه اسمها بلاسنتال سيركوليشن، مش هجاوب عليه دلوقتي. بخ بقى. كل حاجه في وقتها. انا كده بتكلم على ان انا تحت الميكروسكوب ببص على ايه في السلايد، فهلاقي الفيلاي والكلام ده. بص كده هلاقي ايه؟ هلاقي التيرشري كورونيك فيلاي. برافو عليكم، ما انتوا اللي قلتوا عليها. بس بيحصل فيها شويه تغيرات يا شباب، بيحصل فيها شويه تغيرات. بيحصل ايه؟ هلاقي ان انا عندي نوعين من الكوريونيك فيلاي. اول نوع اسمه ستيم او انكورينج فيلاي، يعني فيلاي واصله للاخر. ستيم جزء او انكورينج فيلاي يعني واصله للاندوميتريوم. واصله لفين؟ للاندوميتريوم. اكستندنج فروم ذا كوريون to be attached to the decidua basalis. يبقى الكوريونيك فيلاي اللي توصل معاه للاخر خالص بسميها ايه؟ بسميها ستيم او انكورينج فيلاي. ما انا لازم اوصل للاخر خالص عشان اوصل للدم بتاع الام، تمام؟ طب يا دكتور ده في نوع تاني من التيرشري فيلاي شفته تحت الميكروسكوب اللي هو ايه؟ اللي هو فري فيلاي. يعني ايه فري فيلاي؟ يعني مش واصله للاندوميتريوم. اهي بص، ما دي تعتبر فيلاس. دي تعتبر فيلاس ولا ما تعتبرش؟ يا يعني متعلمين يا بتوع المدارس، سينسيتيو وسايتو وميزوديرم وجواه بلاد فيسل، يبقى تعتبر ولا ما تعتبرش؟ ها؟ تعتبر فيلاي. طب ودي فيلاس ولا مش فيلاس؟ ما تجاوبوني، سيبكوا دلوقتي من الدم ومؤكسج ومنايل ب60 نيله. بصوا للي انا بقوله ده. حلو. طب ودي فيلاس. ايه الفرق بين الفيلاس دي وبين الفيلاس دي؟ الفيلاس دي والله يا دكتور وصلت لحد الاندوميتريوم فسميتها ستيم او انكورينج فيلاي، لزقت لحد الديسيدو ابيزاليس. اما دي فهي فيلاس،
لم تصل الى الديسيدوا بزالس، لا ده ماشيه لاترالي. طب ليه بتمشي لاترالي؟ دي تمشي كده ودي تمشي كده ودي تمشي كده ودي تمشي كده، وعايمين في الماتيرنال بلاد تو انكريز. ايه يا دكاتره كاتبها لكم بالاحمر اهي، تو انكريز ذا سيرفيس اريا، عشان اوسع مساحه تبادل الغازات بين البيبي وبين الام. تو انكريز ذا سيرفيس اريا. يبقى وات از ذا فانكشن اوف ذا ستيم فيلاي؟ ان انا اوصل لديسيديو ابيزاليس واعمل اروجن للماتيرنال ساينوسويدز. امال ايه فايده الفري او الابزوربنج فيلاي التي تمتد لاترال يمين وشمال؟ فايدتها تو انكريز ذا سيرفيس اريا of the gaseous exchange between the mother and the fetus. خلاص يا شباب الحته دي فهمناها ولا لا يا دكاتره؟ الحته دي تمام زي الفل يعني. طيب اهي حلو قوي، ادي الفري فيلاس اهي تمام ماشي. هلاقي ايه تاني تحت الميكروسكوب؟ السبيس اللي انا شرحته لك، The intervillous space، الفراغات دي اللي هي كانت بتخش جواها الحواجز بتاعت الديسيدوا وتقوم مقسمه البلاسينتا الكوتوليدونز. ال intervillous spaces دي filled with maternal blood. filled with ايه؟ with maternal blood. طب بالمنطق كده عشان الحته دي انتوا ما بتفهموهاش، ركز معايا وعمرك ما هتنساها بعد كده. The outer layer of the villus هي السنسيتي ولا السايتو؟ الاوتر لاير خالص اوف ذا فيلاس هي السنسيتي ولا السايتو؟ الاوتر لاير يا حلاوتكم، ناس بتقول كده وناس بتقول كده. الاوتر لاير طبقه الخلايا اللي بره، السايتو ولا السنسيتي؟ الاوتر لاير اوف ذا فيلاس يا اولاد، اللي بره خالص خالص خالص. اتعدل منك لو، اتعدل منك لو. السنسيتيو احنا نسينا يا اولاد، نجيب تاني الصوره بتاعت الفيلاي. السنسيتيو بره وتحتيه السايتو، وجوه خالص الميزوديرم، وجوه خالص البلاد فيسل صح. يبقى الطبقه اللي بالاخضر غامي دي السايتو ولا السنسيتيو؟ جاوب يا ابني منك لو يا ابني. السنسيتيو صح. انا بتكلم على الاوتر لاير اوف ذا فيلاس، الدكتور اللي بيقول لي الرسمه مش كده، انا هقول لك الرسمه حصل فيها ايه بعد شويه. انا دلوقتي بتكلم على الفيلاس يا شباب. السنسيتيو صح. طب لما تبقى الفيلاس دي الجدار الخارجي بتاعها السنسيتيو، والفيلاس اللي جنبها الجدار الخارجي بتاعها السنسيتيو اللي هو بالاخضر الغامق، يبقى كده الانتر فيلاس سبيس از لايند باي سايتو تروفو بلاست ولا سنسيتيو تروفو بلاست؟ لايند باي ايه؟ سايتو ولا سنسيتيو؟ سنسيتيو، عشان ام سي كيو، عشان ام سي كيو. انا بقول الكلام ده عشان دي الحاجات اللي بتلخبطكم في الام سي كيو. ذا اوتر لاير اوف ايتش فيلاس از سنسيتيو تروفوبلاست، وانا عندي الانترفيلاس سبيس ده موجود بين الفيلاي وبعضها، يبقى متحوط بايه او متغلف بايه؟ بالسنسيتيو تروفوبلاست. تمام حلو. زميلنا بقى اللي كان بيقول ان الرسمه مش كده، في تغير تاني بلاقيه في الفول تيرم بلاسينتا، ايه هو يا دكتور؟ ان السيتوتروفو بلاست بتكمل في التكاثر بتاعها علشان تعمل ايه؟ عشان تكسر السنسيتوتروفو بلاست وتخرمها وتقوم واصله للاندوميتريم، هي اللي توصل شخصيا للاندوميتريم وتقوم موزعه نفسها يمين وشمال يمين وشمال عشان تعمل كونتينوس شيل، غلاف كونتينوس يحيط بالبلاسنتا داير ما يدور. ليه يا شباب؟ ليه بعمل الكونتينوس شيل ده؟ حد يعرف؟ حد يعرف ليه بنعمل الكونتينوس شيل ده؟ هو مش تثبيت بقدر ما هو، استنى ناخد اجابات تانية عشان يحمي الام ماشي، علشان ما تروحش للمصل. برافو باريال لير، برافو حلو، كل اللي انتوا بتقولوه صح. السنسيتيو تروفو بلاست يا شباب لو انا سبتها شغاله كده هتقعد تخرم في اليوترس، كل اللي هتقابله هتدوبه وتخرمه. تمام معلش يا شباب، حمله انتخابيه اعتذر، يعني تنتخبوا مين مش عارف ايه كده يعني، اعتذر عن الصوت.
بس يا شباب يعني مش عارف، الواحد قاعد في بيته كأنه قاعد في الشارع، سبحان الله. بص يا دكاترة، يا دكاترة خلاص بقى نرجع تاني. لو انا سبت السنسيتيو تروفو بلاست تخرم في اليوترس، هتقوم خارمة اليوترس وتفتحه من الناحية التانية، يبقى كده المذر هتتكل على الله وهتموت، صح؟ هتخرم اليوترس وتفتحه من الناحية التانية، عشان كده الست هتموت. يحصل ايه بقى؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى، على فكرة السلايد ما اتغيرتش. بصوا يا شباب، السيتوتروفوبلاست هتعمل ايه؟ هتتكاثر اكثر واكثر وهي بتعمل الفيلاي، وتقوم خارمه السنسيتوتروفوبلاست وتقول لها استني كده، كفايه عليكي كده، انت هتروحي فين؟ وتقوم متكونه بقى لاترال يمين وشمال علشان تمنع اي فيرذر بينتريشن اوف ذا ديسيدو. اي فيرذر ايه؟ بينتريشن اوف ذا ديسيدو. برافو عليكم. حلو، يبقى الخلاصة يا شباب التو سلايدز دول خلاصتهم ايه؟ ان البلاسينتا يا دكتور لو بصيت عليها بعيني هلاقيها مدورة، هلاقيها مدورة، وفي نفس الوقت هلاقي ليها تو سيرفيسز. السيرفيس اللي ناحية البيبي بيبقى سموث وكفرد باي ذا امنيون، وبيبقى ماسك الامبليكال كورد في نصه بالظبط. يعني ايه هتبان؟ ما هي البلاسينتا السبت هتبان في الماتيرنال سيرفيس، لكن يعني ممكن تبان في الميكروسكوب عادي، مفيش مانع خالص يعني، بس مش مهمه ان انا اقولها يعني، اكيد هتبان طبعا. ماشي يا شباب؟ طيب اما الماتيرنال سيرفيس فكان متقسم لقطع لحمه جنب بعضها كده، كوتوليدونز كومبارتمنت. طب لما بصيت عليها، ما انا هقولها يا دكتوره ايه، اصبري بس اصبري. على فكره ان شاء الله هنحاول نسجل المحاضره برضو، عشان المحاضره دي مهمه انك تسمعيها. بس على فكره رداءه الصوت دي كانت من عندك انت المره دي مش من عندنا. بالنسبه لتحت الميكروسكوب هلاقي ان انا عندي تيرشري فيلاي، واتفقنا ان الفيلاس اللي هتوصل من عند البيبي لحد الاندوميتريوم فوق هيبقى اسمها انكورينج فيلاس، اللي هتخرم لحد الاندوميتريوم. اما الفيلاي الثانيه اللي هي المتشعبه يمين وشمال اللي ما بتوصلش الاندوميتريوم اسمها برانشنج او ابزوربنج فيلاي او فري فيلاي، ميزتها على انها تزود السيرفيس اريا اوف ذا اكسشينج بتوين ذا ماذر اند ذا فيتوس. بعد كده في انترفيلاس سبيس اللي هو الفراغ ده اللي بيبقى مليان بالدم بتاع الماذر، اتفقنا ان هو لايند باي سينسيتيو تروفوبلاست سيلز، لان بالمنطق الاوتر لاير بتاعه الفيلاس دي سينسيتيو، والاوتر لاير هتظهر دلوقتي يا دكتوره ساره بتاعه الفيلاس الثانيه سينسيتيو، فيبقى الانترفيلاس سبيس از لايند باي بلاد is lined by syncytial trophoblast cells. ايوه السبتة بتبقى في الانترفيلاس سبيس. انتوا شايلين بالكم بالسبتة ليه؟ انا مش فاهم يعني، ده حاجه ملهاش لازمه خالص على فكره. كل الحكايه انها بتقسم الماتيرنال بارت اوف ذا بلاسينتا انتو كوتوليدونز، يعني ايه الفواصل بالدم ولا الديسيدو وبيزالس؟ فواصل ايه؟ السبتة بتتخلق، ده حواجز خلويه يا علي، حواجز جدران بتتخلق من الديسيدو. طبعا هو الدم ما بيعملش حواجز، ده الدم ميه، هيعمل حواجز ازاي؟ تمام. السيتوتروفوبلاستيك شيلز ده معناه، نركز بقى يا شباب، انتوا كده بتسالوا اسئله هتضيع لكم الدنيا. الكام معلومه اللي انتوا لصمتوها يعني خلوا بالكم منها، ما تسالوش على فسافيس هتضيع لكم كل حاجه. السيتوتروفوبلاست بقى هيحصل له تكاثر زياده، وهيقوم خارم السنسيتوتروفوبلاست ويعمل جدار عازل بين السنسيتيو تروفوبلاست يا دكتوره ايه وبين الاندوميتريوم، عشان يقول لها كفايه خرم لحد كده. لان لو السنسيتيو تروفوبلاست احنا سيبناها يا دكتوره ايه تخرم في اليوترس، هتفتح اليوترس من الناحيه الثانيه. تمام. الميكروسكوب يا اولاد انا واخد فيه كات سيرفيس، ادي البيبي ناحيته هنا السيرفيس ده، وادي الاندوميتريوم اهو. ايه المشكله يا جماعه؟ انا واخد لونجيتيودنال سيكشن في البلاسينتا عادي، خارط فيها خرطه من فوق لتحت من المذر للفيتس، فبقى عندي اندوميتريوم وعندي فيتس، امبلايكال كورد اهو. وفي ايه؟ مش عارف انتوا تهتوا ليه يا شباب، ده لونجيتيودنال سيكشن. تمام. لا اصل انا زعلان ان انتوا ممكن تكونوا ما فهمتوش اللي فات، او هتضيعوا المعلومات اللي انتوا فهمتوها ورا
بالأسئلة الغريبة دي. تمام؟ يبقى أهم حاجة تحت الميكروسكوب إن أنا عرفت تاني بعيد للمرة التالتة أو الرابعة إن الفيلاي يا إما عندي فيلاي وصلت من البيبي للأم على طول من الأول للآخر فبقى اسمها أنكورينج أو ستيم فيلاس، أو فيلاي تانية برانشنج على الجنبين اسمها فري فيلاي. ميزة الأولانية إنها لازم توصل للأم علشان تجيب الدم بتاع الأم، ميزة التانية إنها بتزود السيرفس أريا بتاعت الإكستشينج بين الماترنال بلاد اللي هو مالي الإنترفيلاس سبيس ده وبين البلاد فيسلز بتاعت البيبي. ماشي، بعد كده اتفقنا ان الانترفيلاس سبيس بالمنطق محاط بخلايا سينسيتيو تروفو بلاست ومش سايتو تروفو بلاست. اخر حاجة اتفقنا ان السايتو تروفو بلاست هتكمل في التكاثر بتاعها لحد ما تعمل بنتريشن للسينسيتيو تروفو بلاست وتقوم عاملة جدار عازل يفصل الاندوميتريوم عن بقية البلاسينتا، لسبب علشان ما اعملش فيردر بنتريشن. لو السنسيتيو تروفو بلاست دي سبتها تتجنن وتقعد تعمل ايروجن في الاندوميتريوم هتوصل للماسل وول اوف ذا يوترس وممكن تعمل بنتريشن اوف ذا يوترس والست تموت في الاخر. يبقى لازمته ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيخليها تفتح لحد وقت معين او تعمل بيرسنج لحد مستوى معين تقوم طالعه السايتو تروفو بلاست تخرمها وتقوم عامله شيل. على فكره الصوره هايله وممتازه، انا مش عارف انتوا ليه مش فاهمين الصوره، يعني الصورة بتنطق أصلا في كل الكلام الفارغ اللي مكتوب جنب الصورة ده. لو بصيت بصة واحدة في الصورة هتفهم كل اللي أنا بقوله. طيب ايه البلاسينتال بارير بقى؟ ايه البلاسينتال بارير ده معناه ايه؟ معناه الحاجز اللي بين دم الأم ودم الجنين. It is the barrier separating دم الأم من دم الجنين. طب دم الأم ده موجود فين؟ بعد ما دخل هنا كده من الساينوسويدز بقى موجود فين؟ ها؟ بقى موجود فين؟ يا خبر ابيض، دم الام موجود فين يا ولاد؟ في الانترفيلاس سبيس اللي هو هنا ده، في الانترفيلاس سبيس، في الفراغات اللي بين الفيلاي دي والفيلاي دي، صح؟ طب دم البيبي فين؟ ايوه يا دكتوره ساره، هو كان فوق في الساينوسويدز وبعدين دخل في اللاكيوني وبعدين بقى موجود بين الفيلاي وبعضها، فبقت الفيلاي تسبح في الماترنال بلاد زي ما انتوا شايفين كده. طيب دم البيبي بقى موجود فين؟ دم البيبي موجود فين؟ في الفيتال بلاد فيسلز اللي هي داخله جوه الفيلاي دي، صح؟ حلو. تقدر تقول لي بقى ايه الحاجز اللي بين الماترنال بلاد واللي بين الفيتال بلاد فيسلز؟ فين الحاجز؟ المنطقه دي، صح؟ اللي هو الجدار الخارجي للفيلاي، صح؟ حلو. فيتكون الحاجز اهوت يا شباب. يعني انا عندي دم ماشي جوه الخراطيم دي جوه الفيتال بلاد فيسلز وعندي دم موجود في السبيس ده بتاع الام، فبالمنطق الحاجز اللي يفصل ده عن ده هو الحاجز ده. اتفقنا؟ هو الحاجز ده. ما هذا الحاجز؟ اكيد طبعا انتوا عارفين ايه طبقاته. اللي بالاخضر الغامق ده ايه؟ اللي هو اللي بره ده اسمه ايه؟ اللي بالاخضر الغامق ده ايه يا جماعه؟ والله مش انا اللي بخفي السلايد، مش انا والله، الكونكشن بتاع النت عندكم لما بيبقى فيه مشكله ما بينقلش السلايد، فاصبر شويه هترجع تاني. ده ايه؟ ده السنسيتيو. برافو عليكم. طب والاخضر اللي فاتح اللي تحتيه ده مين؟ السايتو. برافو عليكم. طب وبالابيض ده مين؟ اللي بالابيض ده مين؟ اللي هو الطبقه الثالثه اللي تحتهم. برافو، السوماتيك لاير اوف ذا ميزوديرم. حلو، يبقى سنسيتيو بره ثم سايتو في النص ثم ميزوديرم جوه، صح؟ والاوعيه الدمويه لما هتدرسوها في الهيستولوجي هتعرفوا ان جدرانها مكونه من خلايا اسمها اندوثيليوم. اسمها ايه؟ اندوثيليوم، يعني خلايا مبطنه للاوعيه الدمويه بتاعه البيبي. وفي الاخر هوصل بقى للدم اللي جوه الاوعيه الدمويه. يبقى البارير يتكون من كام لير يا شباب دلوقتي؟ في النص الاول من الحمل، in the first half of the pregnancy، البارير يتكون من كام طبقة؟ أربعة. برافو عليكم. سينسيتيو ثم سايتو ثم ميزوديرم ما انا بقول اهو يا دكتور محمد، انا عندي دم في الانترفيلاس سبيس بتاع المذر ودم جوه الاوعية الدموية بتاعة الفيتس،
فبمنتهى البساطه ايه الحاجز اللي فاصل دم البيبي اللي جوه الاوعيه الدمويه عن دم الام اللي موجود في الانترفيلس سبيس؟ الصوره اللي هتتكلم، مش هنحفظ حاجه. سايتوتروفو بلاست، ثم قصدي سوري سينسيتيو تروفو بلاست الاول، ثم سايتو تروفو بلاست. هو مش اصلا البلاسينتا بتتكون في الشهر الرابع، ازاي الفيرست هاف اوف بريجنسي بتعمل بارير؟ حلو، هو البريجنسي كام شهر يا دكتوره اميره؟ البريجنسي كام شهر؟ البريجنسي كام شهر؟ حلو، 9. البريجنسي بتبدا البلاسينتا بتبدا تتكون من اخر الشهر الثالث واول الشهر الرابع، صح؟ صح ولا غلط؟ تمام، يعني عندك شهر ونص كامل لحد 4.5 شهر، وبعد كده 4.5 التانيين، صح ولا غلط؟ يعني في النص الاول من البريجنسي، يعني في اول 4 شهور ونص، البلاسينتا اتكونت في الشهر الرابع في اوله، فهتقعد الرابع كله ونص الخامس فيها الكلام اللي انا بقوله ده، يعني بيولوجيك يعني، بلاش الاسئله المحرجه دي. خلاص؟ طيب، يبقى في النص الاول من الحمل لما تتكون، الاول ما بتتكون البلاسينتا، اول ما بتتكون البلاسينتا، عشان الدكتوره اميره ما تزعلش مننا، بيبقى البارير عندنا مكون من ايه؟ من 4 طبقات، سينسيتيو بره، سايتو جوه، ميزوديرم، ثم الدم اللي ماشي جوه الاوعيه الدمويه، صح؟ صح ولا غلط؟ مش الدم بقى، الاندوثيليوم بقى اللي هو الخلايا اللي عامله جدار الاوعيه الدمويه بتاعت البيبي. طب بصي بقى في النص التاني، بص لما خدت فيها كات سيكشن، بص الصوره دي، شايف الخط اللي انا قطعت بيه رقبه الفيلاس دي؟ قطعتها كده زي الخياره كده وبصيت عليها، خدت فيها تي اس، خدت فيها ايه؟ تي اس. انتوا اللي هتقولوا بقى الاخضر الغامق اللي بره ده هيبقى مين؟ الاخضر الغامق اللي بره ده يبقى مين؟ السنسيتيو. برافو. طب نشوف كده انتوا بتتكلموا صح ولا غلط؟ برافو عليكم. طب والاخضر الفاتح اللي جوه ده هيبقى مين؟ اللي هو الخلايا منفصل عن بعضها بجدران دي، السايتو. طب نشوف كده انتوا بتتكلموا صح ولا لا؟ برافو، انتوا بتتكلموا صح. طب والابيض ده ايه؟ اللي هو الكور اللي كان جوه الفيلاس، هيبقى الميزوديرم. برافو. طب ايه ده اللي انا بشاور عليه ده؟ ايه الخراطيم اللي انا قطعتها دي؟ ده البلاد فيسلز نفسها بتاعت البيبي. الخلايا بقى، الخلايا اللي مبطنه الجدران الاوعيه الدمويه من جوه، شايفين الخلايا الصغننه دي؟ هي دي الاندوثيليوم اللي موجود في البلاد فيسلز اهي. تمام؟ المفروض بقى واحد بقى يجاوبني سؤال ويبقى اور بقى. المفروض البركه البيضة اللي بره دي لو عايز الونها بلون، الونها بلون ايه؟ الونها بلون الدم، صح؟ البركه اللي بره اللي انا بلف عليها بالسهم دي، الونها بلون الدم، هتكون لون دم مين؟ هتكون لون دم مين؟ اصل انا دموي قوي، لون دم الام. برافو عليك، فهمناها. يبقى لما اقطع رقبه الفيلاس كده من فوق بعد الشر علينا كلنا، ونقوم باصين جوه، هيبقى اللي بره ده الدم، وهيبقى ده البارير بتاعنا، واللي جوه ده دم البيبي. فهمناه ولا ما فهمناهوش؟ البلاسينتا البارير، فهمناه ولا ما فهمناهوش؟ فهمناه. في السكند هاف اوف ذا بريجنانسي بقى بيحصل ايه؟ هتلاقي الطبقتين اللي في النص اختفوا. الطبقتين اللي في النص هيحصل لهم ايه؟ هيختفوا. يعني ايه هيختفوا يا دكتور؟ يعني السيتوتروفو بلاست هيختفي من جوه الفيلاس، خلاص بقى هو طلع بره وعمل الكونتينوس شيل وخلاص بقى، مش هيفضل جوه الفيلاس، هيفضل جوه الفيلاس يعمل ايه؟ طيب، والميزوديرم هو كمان هيختفي. هيبقى البارير عبارة عن كام؟ 4 ناقص 2 يبقوا كام؟ 4 ناقص 2 كام؟ جدول الأربعة، 4 ناقص 2 كام؟ 2. لما اشيل الطبقتين اللي في النص من البارير هيتبقى الخارجية خالص اللي هي السنسيتيو، والداخلية خالص اللي هي الاندوثيليوم اوف ذا فيتال بلاد فيسلز. يبقى تاخد بالك في الام سي كيو اما يقول لك in the first half of the pregnancy the barrier is formed by all of the following except. فهيقول لك ايه بقى؟ all of the following except. except ايه؟ هيقوم قايل لك سنسيتو تروفو بلاست، صح، سايتو تروفو بلاست، صح، ميزوديرم، صح،
endothelium of the maternal blood vessel. صح ولا غلط؟ endothelium of the maternal blood vessel. غلط طبعا. امال endothelium of مين؟ of the fetal blood vessel. تمام؟ اما في second part of the pregnancy, which parts of the barrier will disappear? الميزوديرم والسيتوتروفوبلاست ولا السنسيتوتروفوبلاست والسيتوتروفوبلاست ولا الاندوثيليوم والميزوديرم ولا السيتو والميزوديرم؟ مين اللي بيختفي؟ الطبقة الاثنين اللي في النص اللي هما مين؟ السيتو والميزوديرم. اتفقنا؟ لازم دماغكم يبقى متسيستم كده عشان تبقوا جاهزين لأي سؤال MCQ. ايه بقى وظائف البلاسينتا بقى؟ الحتة الأخيرة يا دكتور حسام مش عايز أفهمه أصلا. أنا عندي بارير مكون من أربع طبقات. في النص التاني من الحمل لما البيبي يبدأ يتولد بيحصل حاجة اسمها إن البلاسينتا خلاص بتكبر في السن ولازم البيبي يتولد. تمام؟ فالبارير اللي هو الأربعة دول اللي هو مكون من أربع طبقات بيختفي منه الطبقتين اللي في النص اللي هي السيتوتروفوبلاست والميزوديرم. فبيبقى البلاسينتا البارير اللي فاصل دم الأم عن دم الجنين هو عبارة عن السنسيتوتروفوبلاست بس والاندوثيليوم بتاع البلاد فيسلز بتاعت البيبي بس. فلازم ساعتها البيبي يتولد بقى، يعني مش هنفضل قاعدين بقى. تمام؟ هيرجع تاني الصوت لما بيروح هيرجع تاني. انا زال بقى انا ايه what can I do يا دكاترة بعد اذنكم. الصوت لما بيروح او الصورة لما بتروح دي بتبقى مشكلة من بيختفي يا دكتور سعيد، بيختفي. ما هو برايمري ميزوديرم ما بيكملش اصلا، هو ما هوش الميزوديرم الاصلي. it is not the original ميزوديرم. تمام؟ بيمتص يعني، انا مش فاهم بيروح فين. طيب مفيش صوت، دي ليس لي ذم، ليس لي ليش ايه، انا بكتب ليش، ليس لي اي ذنب في الصوت او الصورة او الصورة، ومع ذلك اعتذر. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ايوه، يبقى جدار الاوعية الدموية بتاعت البيبي بتلزق في السنسيتيو على طول. برافو عليك. ايه بقى وظائف البلاسينتا بقى؟ ما هي وظائف البلاسينتا؟ بصوا بقى انا مش كاتب فيها تفاصيل، ممكن تقراها في الكتاب. اولا نيوتريشن، يعني بتغذي البيبي عن طريق الام. ثانيا ريسبيراتوري، البيبي بيطلع الكربون دايوكسيد بتاعه او ثاني اكسيد الكربون في الدم بتاعه وبياخد الاكسجين. ثالثا اكسكريتوري، شويه يورين من اللي بتطلع من البيبي لما الكليه بتاعته بتتكون هي بتمتصها. سيكريتوري، بتطلع هرمونات، دي اللي انا مفسرها شوي، بتطلع استروجين وبروجسترون وكوريونيك جونادوتروفين. الكوريونيك جونادوتروفينز دي بتظهر في اليورين اوف ذا ماذر لما تكون حامل في اليوم التاسع. في اليوم التاسع يعني اذا هي بتبقى حامل مثلا في اليوم ال 14 من الدورة بتاعتها، يعني بيحصل فيرتلايزيشن. صح؟ هي مش هتعرف انها حامل الا امتى؟ عايز اشوف بقى ذكائكم بقى عشان تنصحوا اهاليكم او قرايبكم. هي مش هتعرف انها حامل الا امتى؟ بعد مرور قد ايه؟ بعد مرور قد ايه؟ السيده لن تعرف انها حامل الا بعد مرور اكمل 9 ديز ايه و23 ديز ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ليه يا اولاد؟ الفيرتلايزيشن حصل في اليوم ال 14 صح؟ البويضة طلعت في اليوم ال 14. الفيرتلايزيشن حصل بعدها بقد ايه؟ مش ب 30 ساعة على طول؟ يعني في اليوم ال 15. تمام؟ أول مرة هتعرف إنها حامل إمتى؟ لما ما ينزلهاش إيه؟ لما ما يجيلهاش إيه؟ لما ما يجيلهاش منستريويشن. لما ما يجيلهاش منستريويشن. صح؟ يعني تقريباً هي حامل بقالها اسبوعين وما هياش عارفه، اللي هم ال 14 يوم التانيين من الدوره الشهريه. صح؟ صح ولا غلط؟ يبقى لو راحت جابت التست بتاع الصيدليه على طول وعملت اليورين تيست البريجنسي تيست بعد ما تقطع وتلاقي ان ما عندهاش بيريود، هتلاقي نفسها حامل ولا مش هتلاقي نفسها حامل؟ حلو. واحد بقى ما يمشيش بقى واحد منكم يجي يقول لي اليوم التاسع يا دكتور يبقى لازم البيريود تفقد لمده 9 ايام يا دكتور. لا يا حبيبي، هو اليوم التاسع من البريجنانسي اللي هو حصل امتى؟ اللي هو حصل في نص الشهر.
وهي بقى لها اسبوعين البيبي عمال يتكون جوه، يعني احداث الاسبوع الاول واحداث الاسبوع الثاني حصلت وهي مش دريانه. علشان كده برضو تقولوا لقرايبكم اي اتنين عرسان متجوزين جداد او اي اتنين بيخططوا ان هما يخلفوا زوج وزوجه، تقولي للزوجه ما تاخديش ادويه كتير تكون خطيره طالما انت ناويه ان انت تبقي حامل او تبقي بريجننت. ليه؟ لانك مش هتعرفي ان انت بقيت بريجننت الا بعد اسبوعين، والاسبوعين دول اخطر اسبوعين في الحمل اللي بيحصل فيهم الكليفج اوف ذا زايجوت والامبلانتيشن اوف ذا زايجوت والباي لامينر ديسك والكوريون وكل اللي احنا قلناه ده. فلو كانت بتاخد ادويه وحشه بتبوظ الجنين يعني هتبوظ لها الدنيا. يبقى اي ناس من قرايبكم متزوجين جداد او متوقعين انهم ان شاء الله بيخططوا انهم يجيبوا بيبي جديد، ممكن يكونوا متجوزين من زمان بس بيخططوا انهم يجيبوا البيبي التاني او التالت مثلا، يبقى تقول للام ايه؟ ما تاخديش الادويه الا لما تسالي الدكتور بتاعك الدواء ده ينفع مع الحمل ولا ما ينفعش. فهمناها النقطه دي؟ يلا بقول لكم زبد، والله العظيم بقول لكم زبد. اخر حاجه خالص انها بارير الجونادوتروفينز دي، يعني مسؤولة عن حاجات في تكوين البيبي وكده، يعني مش تفاصيلها دلوقتي خالص، هتاخدها بعدين يا دكتور بهاء. أني نقطة تانية الريسبيراتوري، أنا قلت لهم قلت لكم على فكرة الفانكشن اقروها في الكتاب، أنا ما شرحتش بالتفصيل إلا النقطة الرابعة بالمناسبة، يعني أنا شرحت بالتفصيل النقطة الرابعة بس بتاعت أربعة. البلاسينتا بتفرز هرمونات، الفانكشن ما شرحتهاش بالتفصيل، قلت لهم اقروها في الكتاب علشان ما فيهاش حاجه صعبه. بتطول فتره الجسم الاصفر لحد امتى يا علي؟ لحد امتى؟ والبلاسينتا بتتكون من امتى؟ يعني يعني هي هتطلع امتى بقى كوريون الجناتروفين وتطول عمر الكوربس ليوتيم اللي هو اصلا هيموت قبل ما هي تتكون او بمجرد هي ما اتكونت. يا ولاد يا ولاد يا ولاد خدوا مني المعلومه وروحوا دوروا انتوا بعد كده. ماشي ماشي ممكن تكون بتطوله شهر ولا حاجه ولا كام اسبوع يعني، لكن بتفضل طول الحق. لعلمك الكوريون الجناتروفينز ده بيفضل يتضاعف في دم الام لحد ما تولد، بيفضل موجود في الدم على طول ما بيختفيش، وبينزل في اليورين لحد ما تولد. مش معناه انه بيطول عمر الجسم الاصفر بقى. طب اما الجسم الاصفر يموت ايه اللي هيحصل؟ يا دكتور سعيد اخلص المحاضره وبعدين اتكلم على التسجيل. لا الا الله. الوقت هيضيع علينا وهيتقفل مننا، حرام عليكم ما تضيعوش الفرصه علينا كلنا عليه الصلاه والسلام. يبقى انا شرحت بالتفصيل النقطه الرابعه لزمايلكم اللي سالوا، ان السكريتوري فانكشن انها بتفرز استروجين وبروجسترون، علشان كده بيبقى الكوربس ليوتيم ملوش لازمه بيموت خلاص، لان انا خلاص بقيت انا اللي بفرز الاستروجين وبروجسترون وبطلع الهرمونات بتاعتها اللي اسمها كوريون الجونادوتروفينز. الكوريون الجونادوتروفينز دي بتبقى موجوده في اليورين بتاع المذر من اول اليوم التاسع من الحمل، من اول اليوم التاسع من ايه؟ من الحمل. وعلى فكره دكتور علي انت مش غباوه منك ولا حاجه، انت عندك حق معلش انا ما خدتش بالي من سؤالك. الكوريون الجونادوتروفينز دي بيتم افرازها من الكوريون اول ما بيتكون خالص. ما هو قصه حياه البلاسينتا يا دكتور علي بادئه من امتى؟ انا لسه بجاوب اهو يا دكتوره ساره. يا نهار اسود سبحان الله. البلاسينتا قصه حياتها بادئه منين خالص؟ من ايام الكوريون صح؟ هو الكوريونيك فيلاي دي مش طلعت في الاسبوع الثاني يا شباب؟ مش الكورونيك فيلاي دي طلعت في الاسبوع الثاني؟ تمام؟ هتبدا تفرز عادي هرمونات، ايه المشكله؟ ولكن ليس بكميه كبيره لدرجه ان انا استغنى عن الكوربس ليوتيم. امال ايه اللي هيبدا يتكون الشهر الرابع يا دكتور؟ دي البلاسينتا اللي بجد بقى، البلاسينتا اللي هي الكبيره التخينه اللي شكلها شبه الديسك، اللي سمكها 3 سم وعرضها 25 سم، اللي هو الحاجات دي. تمام؟ ماشي. البلاسنتال سيركوليشن بقى، علشان معلش نخلص يا شباب كده كده الوقت بيضيع مني، احنا دخلنا كده في ساعتين وممكن يتقطع علينا في اي وقت معلش. البلاسنتال سيركوليشن بقى دي حاجه سهله قوي، كل الفكره اللي انا عايزك تعرفها ان البيبي بيبقى عنده اتنين امبلايكال ارتريز وواحد بس امبلايكال فين، اتنين امبلايكال ارتريز
واحد بس امبلايكال فين، يبقى في الشهر الرابع البيبي هيبقى عنده 2 امبلايكال ارتريز وواحد بس امبلايكال فين، ومحدش يسألني التاني راح فين، التاني اختفى، التاني اختفى، وهنعرف في الكارديوفاسكولار سيستم اختفى ازاي وحصل له ايه. اتفقنا؟ بمنتهى البساطة الامبلايكال ارتريز بتاعت الفيتس بتبقى شايله دي اوكسجينيتد بلاد، بتبقى شايله دي اوكسجينيتد بلاد، عشان كده في الرسمه لونها ازرق. لونها ايه في الرسمه؟ ازرق. بتاخد الدي اوكسجينيتد بلاد من البيبي وتوديه للبلاسينتا وتتفرع الى كابيلر الصغيره جوه الفيلاي لحد ما توصل للماتيرنال بلاد اللي موجود في الانترفيلاس سبيس وموجود في الاندوميتريا. اتفقنا؟ يحصل جازيز اكس تشينج بين المذر بلاد وبين الفيتال بلاد، يقوم راجع الدم اوكسجينيتد للبيبي عن طريق الليفت امبلايكال فين. عن طريق مين؟ الليفت امبلايكال فين. يبقى اذا التو امبلايكال ارتريز دولت موديين دي اوكسجينيتد بلاد للبلاسينتا، جايبين دم غير مؤكسج من البيبي للبلاسينتا، يتفرعوا جوه الفيلاي انتو كابيلر الصغيره ويقوموا عاملين جاز اكستشينج مع الماتيرنال بلاد اللي موجود في الانترفيلاس سبيس. اللي موجود فين؟ في الانترفيلاس سبيس. مش دي الوحيدة يا دكتور بهاء، في شرايين تانية في القلب المفروض تبقى عارفها. البالمونري ارتري اخباره ايه معاك؟ شايل غير مؤكسج ولا مش شايل؟ بس كده، يبقى بالمونري ارتري اند امبلايكال ارتريز. اتفقنا؟ طيب بعد ما يحصل جاز اكس تشينج والدم خلاص يبقى اوكسجينيتد، يرجع للبيبي عن طريق فين واحد بس، كل الكابيلرز تجمع نفسها كده وتعمل لي فين واحد بس اللي باللون الاحمر ده اللي اسمه ليفت امبلايكال فين. اسمه ايه؟ ليفت امبلايكال فين. واحد بس يرجع دم اوكسجينيتد للبيبي. واحد يسالني اتوقع منك يا بهاء هو ده الفين الوحيد اللي شايل اوكسجينيتد بلاد في الجسم؟ هقول لك لا. علي بقى يرد عليك يقول لك لا، في القلب اللي هم مين؟ الفور بالمونري فينز. الفور بالمونري فينز. تمام، حلو. ايه بقى الانوماليز اوف ذا بلاسينتا؟ بص بقى عشان ما تتلخبطش، اي انوماليز في الامبريولوجي المفروض انك تعمل نقط للطبيعي قدامك وفي الاخر تقول ان الغير طبيعي هو كذا. تعمل نقط للطبيعي قدامك وتقول لي لو حصل كذا يبقى ده غير طبيعي. اولا ايه الطبيعي بتاع البلاسينتا؟ ان يبقى مكانها فين في اليوترس، فوق ولا تحت؟ الطبيعي بتاعها ان يبقى مكانها فين؟ فوق. حلو. طب الطبيعي في الديستريبيوشن بتاعها انها تبقى واخده اليوتراين كافيتي كله ولا 25 ل 30% بس من اليوتراين كافيتي؟ 25 ل 30% بس من اليوتراين كافيتي. برافو. طب الطبيعي في الامبلايكال كورد انه يبقى ماسك في البلاسينتا نفسها ولا ماسك في الممبرينز اللي حوالين البلاسينتا؟ يبقى ماسك في البلاسينتا نفسها. في النص ولا على الاطراف؟ في النص. برافو دكتورة أميرة، جاوبت قبل ما اسال. في السنتر فيها نفسها. تمام، يبقى اذا لو قسمت الانوماليز بتاعه البلاسينتا اقدر احطها تحت ثلاث عناوين اساسيين. اول عنوان abnormal site of the implantation، ودي خدناها في الامبلانتيشن ومش هرغي فيها كتير. لما البلاسينتا تبقى في اللور يوتراين سيجمنت بسميها بلاسينتا ايه؟ بسميها بلاسينتا ايه؟ بلاسينتا بريفيا. وتبقى انواعها زي ما اتفقنا، بلاسينتا بريفيا لاتراليس يعني بعيد عن الانترنال اوس، بلاسينتا بريفيا مارجيناليس يعني لمسه المارجن بتاع الانترنال اوس، بلاسينتا بريفيا توتاليس او سنتراليس يعني عامله كومبليت كفر للانترنال اوس. وفاكرين لما قلنا يعني ايه انترنال اوس؟ يعني فتحه عنق الرحم انسايد ذا يوترس، في اليوترين كافيتي يعني. اما الاكسترنال اوس كانت فتحه عنق الرحم في الفاجينا من بره. تمام، حلو. يبقى مش هرغي في دي، يبقى abnormal site ده كلام مكرر زي بالظبط ال abnormal site of implantation في اللور يوتراين سيجمنت. طب ال abnormal distribution معناها انها ممكن تبقى extensive قوي، خدت extensive area يعني خدت مساحه اوسع، بدل ما تاخد 25 ل 30% من اليوترس خدت جزء كبير من اليوترس، فدي هسميها placenta membranacea. placenta ايه؟ membranacea. تمام، حلو. طب وايه المشكله تاني في الديستريبيوشن؟ انها بدل ما تبقى قطعه واحده تبقى قطعتين،
او يبقى طالع منها فص منفصل كده. فلو لقيتها قطعتين يا شباب، يعني ما هياش دايره واحده، داير ما يدور او ديسك واحد، هسميها باي بارتيت بلاسينتا، يعني بلاسينتا ذات جزئين، او تراي بارتيت بلاسينتا، يعني بلاسينتا ذات ثلاثه اجزاء. اما لو لقيت فص كده لوبيول ممسوك بممبرينز في البلاسينتا الاصليه وطالع مع نفسه كده، هيبقى اسمه اكسسوري لوبيول او بلاسينتا، يعني نطلق عليها كلمه بلاسينتا ساكسنتورياتا. بلاسينتا ايه؟ ساكسنتورياتا. تمام، حلو. يبقى اول حاجه ابنورمال سايت، يعني تبقى موجوده في اللور يوتراين سيجمنت، سميناها بلاسينتا بريفيا. طب ابنورمال ديستريبيوشن، الطبيعي بتاعها انها تبقى واحده بس، قرص واحد بس، واخد 25 ل 30% بس من اليوترس من جوه. طب لو لقيتها، استنى يا محمد، لو لقيتها ماليه كافيتي كبير في اليوترس واخده مساحه اكبر، هسميها اكستنسيف او ديفيوز بلاسينتا، معناها بلاسينتا ممبريناشيا. طب لو لقيتها جزئين او ثلاثه، هسميها باي بارتيت او تراي بارتيت بلاسينتا. طب لو لقيت لوبيول طالعه كده منفصله عنها وماسكه فيها بالممبرينز بس كده، هيبقى اسمها اكسسوري لوبيول اوف ذا بلاسينتا او بلاسينتا ساكسونتورياتا. طب النوع الثالث هي الابنورماليتيز اوف ذا امبلايكال كورد انسرشن. احنا اتفقنا زي زميلتنا اميره ما قالت وكلكم انه لازم يبقى في النص وماسك في البلاسينتا نفسها. طب لو لقيته مش في النص، يعني ماسك في المارجن، it is not attached to the center, it is attached to the margin، هسميها باتل دور بلاسينتا، معناها ان الامبلايكال كورد ماسك في طرف البلاسينتا مش في نصها بالظبط. طيب لو لقيته ماسك في الممبرينز اللي مغطيه البلاسينتا، اللي هي الامنيون والحاجات دي، لكن مش ماسك في البلاسينتا نفسها، بصوا ماسك في الممبرينز ازاي؟ ماسك في الاغشيه، هسميه فيلامنتس انسرشن اوف ذا كورد، يعني ممبرينس انسرشن اوف ذا كورد. بيبقى ماسك away from the margin، يعني بيبقى سايب البلاسينتا خالص، كل البلاسينتا اهي هو سايبها خالص وماسك في الممبرينز نفسها، فبسميه filamentous insertion of the cord. تمام، ما تنسوش بقى ان في malignant tumor بيطلع من البلاسينتا اسمه chorionic epithelioma. لما تدرسوا التيومرز بعد كده هتعرفوا ان كلمة اوما دي لما احطها بعد اي نسيج معناها ورم في النسيج ده، فكوريون ابيثيليوما معناها ان السيلز بتاعت الكوريون اللي هي السيتوتروفو بلاست والسينسيتوتروفو بلاست بيطلع فيها ورم اسمه كوريون ابيثيليوما، والعياذ بالله الورم ده بيبقى مالجنانت تيومر، بيبقى ورم خبيث، لان اصلا السيتوتروفو بلاست اكتف، خلايا اصلا نشيطه بتعمل بنتريشن وبتعمل فيلاي، السينسيتوتروفو بلاست بتعمل اروجن في الاندوميتريوم، فما بالك بقى الخلايا دي تحولت الى خلايا سرطانيه، ممكن تعمل ايه في اليوترس؟ ممكن تعمل ورم خبيث سرطاني في اليوترس كله، ويؤدي في النهايه لا قدر الله ان احنا ما نقدرش نستأصل البلاسينتا، بنضطر الى استئصال اليوترس كله. تمام يا شباب، حلو. سؤالك يا مجدي، عشان انا كده خلصت البلاسينتا، سؤالك اخر سلايد دي هتبقى دردشه كده مع بعضينا. ساكسوني سيرياتا دي derived من ساكسس، طب ازاي وهم كلهم ما بي ايه؟ ما بيموتوش، ما بيموتوش اشمعنى؟ يعني ايه بيموتوش؟ مش فاهم. سكسس ايه وما بيموتوش ايه؟ بعد الشر يا عم. اشمعنى ما بيموتوش دي؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه اشمعنى ما بيموتوش دي؟ بلاش السمايلي دي يا محمد، لا سؤالك عايز افهمه. ساكسنتورياتا derived من السكسس. يعني ايه derived من النجاح يعني؟ مش فاهم. طب ازاي وممكن كلهم ما بيموتوش؟ يعني ايه كلهم ما بيموتوش؟ اشمعنى دي؟ يعني ايه؟ مش فاهم، افهم. حد فاهم سؤال زميلنا؟ كلهم ما بيموتوش، اشمعنى دي؟ يعني يا دكتور ممكن ما هو احنا يا دكتور ما احنا في الاخر الجنين هيتغذى على البلاسينتا اللي هي السليمه دي عادي. عارف مشكله الاكسسوري لوب دي في ايه؟ اللي هيعرفها منكم هياخد 5 جنيه تاني يوم الخميس. مشكلتها ايه؟ ايه اللي ممكن يحصل لما يكون عندي بايبرتيت او اكسسوري لوبيول اوف ذا بلاسينتا؟ انفكشن. دكتور بهاء يستحق ال 5 جنيه عن جداره، بس يجي لي يوم الخميس وما يتكسفش. شفتوا اجابه دكتور بهاء زميلكم ولا ما شفتوهاش؟
يعني انا لو دكتور مستعجل ومتسرع ومش واخد بالي وانا بولد العيانه، بعد ما ولدت البيبي في امان الله، ولدت البلاسينتا في امان الله، لمعلوماتكم اليوترس عشان ينقبض ويقفل الاوعيه الدمويه بعد الولاده لازم يكون فاضي تماما، يعني منساش جواه فوطه، منساش جواه ادوات، منساش جواه حته بلاسينتا او جزء من الجنين. ماشي، بديله يا بهاء اي حاجه، بديله جنيه ولا كوين ولا اي حاجه. ماشي، معناها ان الدكتور لازم يعمل ايه يا شباب؟ معناها ان الدكتور لازم اول ما يولد البيبي ويطلع البلاسينتا لازم يفحصها بعينيه كويس قوي، ويبص فيها قدام وورا وفوق وتحت، علشان يتاكد من ايه؟ عشان يتاكد انها ديسك داير ما يدور، ديسك داير ما يدور كامل مكتمل، وانه مش مقطوع منه حته متسابه جوه. عرفنا خطورتها في ايه، لكن البيبي بيكمل عادي. السؤال كان يا دكتور علي، البيبي بيكمل في البلاسينتا ساكسونترياتا الاكسسوري لوبيول ولا لا؟ فقلت له مفيش مانع انه يكمل طالما البلاسينتا الاساسيه، طالما البلاسينتا الاساسيه شغاله. فانا اللي سالت السؤال بقى، رديت عليهم بسؤال، قلت له هو مشكله الاكسسوري لوب دي ايه ساعه الولاده؟ فدكتور بهاء كتر خيره يعني تبرع وجاوب، قال لك ان ممكن الدكتور ينسى الحته دي جوه ويفتكر ان هو ولد البلاسينتا كلها، وتقعد الست تنزف وما احناش عارفين بتنزف من ايه. تمام، فاستحق على ذلك الخمسة جنيه. طيب، وهي دي كانت حكاية بهاء مع الخمسة جنيه. طيب. التوينز يا شباب حاجة كده ملهاش دعوة بالأسبوع التاني برضو، هي ليها علاقة بإيه؟ بإن الأسبوع الأول والتاني هما اللي حصل فيهم الكليفج والإمبلانتيشن، صح؟ فأنا عايز أقولك إن ممكن ساعة الكليفج والفيرتلايزيشن والإمبلانتيشن والحاجات دي يحصل حاجة من الاتنين، يحصل إن يبقى عندي one egg one egg، تديني جنين واحد او تديني توأم اتنين اجنه، يعني زي البيبات اللي شكلهم عسول دول، ربنا يديكم ان شاء الله. يعني قال لك ان يوني اوفيولار توينز، يعني التوأم احادي البيضه احادي الزيجوت، بيحصل في 30% من التوائم اللي بتحصل في العالم كله، وبيبقى مونو زيجوتيك، يعني وان ايج مونو زيجوتيك، يعني سبيرم واحد ببويضه واحده عملت زيجوت واحد لسبب من الاسباب انقسم نصين. فعلشان كده البيبيهات اللي بتطلع بيبقوا ايدنتيكال. يعني ايه ايدنتيكال؟ انت عندك زيجوت واحد اتقسم نصين، هيبقوا صوره فوله واتقسمت نصين تيبيكال، نفس نسبه الكروموزومات او الماده الجينيه اللي هنا هتبقى نفس المواصفات الجينيه اللي هنا، فيبقى لازم يبقى سيم سكس، لو ولد هيبقى اخوه تاني ولد، لو بنت هيبقى اخوه تاني بنت، ولازم يبقى السيم كاركترز، نفس لون الشعر ونفس لون العين ونفس الطول ونفس كل حاجه. الولدين دول تحس ان في ولد بس كبير شويه عن التاني، عشان ده بس متغذي شويه عن ده، يعني ممكن يكون ده بياكل اكل ده، لكن هي نفس الملامح في الاخر، نفس تسريحه الشعر ولون الشعر ولون العين وكل حاجه. تمام، ما عدا الفينجر برينتس، ما عدا الفينجر برينتس، ايوه زي حسام ابراهيم حسن كده. الفينجر برينتس دي ليها بصمات الاصابع، دي ما بتتكررش في اي حد تاني خالص، سبحان الله. يعني دايما دايما بتبقى يوجوالي سنجل بلاسينتا، ليه؟ لان هو زيجوت واحد محاط بزونه بليوسيدا واحده، فبينقسم في تجويف واحد او في بلاستوسيست واحده، فتطلع بلاسينتا واحده. اما الامنيوتيك كافيتي ممكن يبقى واحد او اتنين، مش مشكله، لان الامنيون ده جوه الكوريونيك فيزيكل، صح ولا غلط؟ حد معترض؟ الامنيون ده انسايد الكوريونيك فيزيكل، فممكن يبقى فيه 1 امنيون او 2 امنيون. اما البلاسينتا دي مين اللي بيزرع نفسه فيها؟ البلاستوسيست او الكوريونيك فيزيكل كلها، وهي من الاول كانت محاوطه على زيجوت واحد، فلازم تبقى سنجل بلاسينتا. في المقابل الباينوفيولر توين، يعني ثنائي البيضه باينوفيولر، ده المعظم بقى، ده 70% في حالات التوائم اللي في العالم، وبيبقى داي زيجوتيك، يعني عندي بويضتين طلعوا في نفس الوقت واتنين سبيرمز راحوا عملوا لهم فيرتلايزيشن في نفس الوقت. بتحصل يا اما الام بتبقى واخده منشطات تبويض فبتطلع كذا فوليكل، جرافيان فوليكل تطلع كذا بويضه، يا اما عادي التو اوفرز بالصدفه كده، بدل ما كل واحد بيطلع واحده كل شهر قام ده مطلع مع دي في نفس الشهر، زي بهاء كده لما قال لنا المعلومه دي المره اللي فاتت. بيبقوا نون ايدنتيكال. يعني ايه نون ايدنتيكال؟ دول تو سبيرمز مختلفين وتو بويضات مختلفين، فعلشان كده الصفات الوراثيه هتبقى مختلفه.
السكس وارد جدا انه يبقى مختلف، فعلشان كده كاتب لك same or different sex، يعني مش هتفرق معايا، بس الكاركترز اكيد هتبقى مختلفة. وطالما عندي بويضتين اتعمل لهم fertilization بين two sperms، يبقى معنى كده ان انا عندي اتنين زيجوت مختلفين عن بعض، متحوطين بزونة باليوسدة مختلفين عن بعض، هيعملوا امبلانتيشن في مكانين مختلفين عن بعض، يبقى لازم البلاسينتا والامنيون يبقوا ايه؟ لازم البلاسينتا والامنيون يبقوا ايه؟ يبقوا دبل، ما يبقوش سنجل ابدا. تمام؟ طيب اخيرا الكونجويند توين، يعني ممكن يوني اوفلير يبقى 1 بلس 2 سيست جواه 2 انر. ايوه ما هو كده فعلا، ات از 1 زايجوت يا احمد يا حسني، هو 1 زايجوت فعلا. تمام؟ ال 1 زايجوت ده متحوط بزونه باليوسيدا واحده صح؟ هيتقسم لحتتين نصين، لكن ده هيبقى مع نفسه في بلاستوسيست وده هيبقى مع نفسه في بلاستوسيست، لكن التو بلاستوسيست متحوطين بتروفو بلاست واحد وبزونة باليوسدة واحدة. فهمت ولا مفهمتش؟ تمام يا شباب؟ اوكي. بعض بقى الايدنتيكال توينز بقى بيحصل فيهم ايه بقى؟ بعض الايدنتيكال توينز بيحصل فيهم ايه؟ بيحصل فيهم الاتي، ان بدل ما يتقسم الزيجوت نصين ينفصلوا تماما عن بعض يفضلوا لازقين في بعض في حته، يحصل incomplete separation بين التو زيجوت، قصدي بين النصين بتوع نفس الزيجوت، فيحصل حاجه اسمها conjoined twin، يعني توأم ملتصق. التوأم الملتصق ده ممكن يبقى من الثوركس بسميه ثوراكوبيجس، يعني التصاق من منطقه الصدر والبطن، ممكن يبقى فيه التصاق من منطقه السكرال ريجون فبسميه بايكو بيجس، وممكن يبقى من منطقه الهيد فبسميه كرينيو بيجس. تمام؟ طيب قبل ما تسالوا بتعمل لهم عمليات جراحيه وبيعيشوا؟ اه كتير اتعمل لهم عمليات جراحيه وبيعيشوا، ولو بتتفرجوا على كلام من ده بطارق علام الفقره الانسانيه هتلاقوه بيجيب الحاجات دي كتير. ولو يعني ليكوا في برنامج صبايا الخير، انا ماليش فيه طبعا، بس لو ليكوا فيه كان بيجيب توائم كتير ملتصقه بتعمل لها عمليات، وعمرو الليسي و و و و و. تمام؟ حلو. مشكلتهم بس ان لو ملتصقين بالصدر وحصل هارت واحد بس مش تو هارت وليفر واحد بس، هي دي اللي بتبقى مشكله. مش هنخش بقى في تفاصيل، وبتوع الجراحه هم اللي بيحلوا المشاكل دي مش احنا. طيب مش عندهم نفس الكروموزوم، يبقى كروموزوم نمبر 9 اللي عليه الجين الفينجر برينتس يبقى ليه مختلفين اللي هما الايدنتيكال؟ بص يا دكتور محمد، اولا انا اعرف ان كروموزوم نمبر 9 ده، دي معلومه كويسه انك قلتها لي، ان هو فيه الفينجر برينتس. هو فيه تركيبه الفينجر برينتس بس ما فيش ابدا، العلماء كلهم دبسوا ودوروا قال لك ان الفينجر برينتس دي لا تتطابق ابدا حتى في التوائم. في صوابعك انت شخصيا الفينجر برينت بتاعت الثامب اليمين غير الفينجر برينت بتاعت الثامب الشمال. عايز دليل اكتر من كده بقى؟ انت نفس الشخص اهو والثامب اليمين بتاعك في فينجر برينت مختلف عن عن الفينجر برينت الشمال، يبقى لما يبقوا شخصين ايه المانع ان تبقى الفينجر برينت مختلفه؟ لا جين البصمه بقى على 8 ولا 9 ده مش بتاعي، ماليش دعوه، يعني جين البصمه على مش عارف ايه، وخلي بالك من الكروموزوم رقم كام وبخ وبتاع، من قال لا اعلم فقد افتى. اختلف العلماء، دكتور بهاء بيقول الجين 8 ودكتور محمد مجدي بيقول جين 9، مين اللي يحكم بينهم؟ حلوها مع بعض بقى. لا انتوا علماء، اي طالب علم عالم في الاخر. في الثانويه كانوا 8 وفي الكليه بقوا 9 صح؟ انا ما اعرفش بصراحه. طيب يبقى الحمد لله يا شباب النهارده اهم حاجه. لا يا دكتور بهاء انت واخد 5 جنيه، ما تقولش على نفسك كده. 5 جنيه ممضية كمان مش أي حاجة يعني. يبقى احنا كده يا شباب، بس للأسف ما بتبقاش جديدة، بتبقى قديمة شوية. بصوا يا شباب، يبقى احنا النهاردة خلصنا الحمد لله أحداث الأسبوع التاني، وعملنا شوية إكستنشن للتوائم لأنها نتيجة للكليفج أوف ذا زايجوت، الكليفج المختلف عن اللي احنا متعودين عليه يعني، أو الفيرتلايزيشن المختلف عن اللي احنا متعودين عليه، وكملنا كمان على الانوماليز بيكملوا. اه يا دكتوره اسراء، طالما مفيش انومالي انكومباتبل وذ لايف،
لما تاخدي انوماليز بعد كده ان شاء الله في الامبريولوجي في السيستمز، لما تاخدي كل سيستم بالانوماليز بتاعته هتعرفي ان في بعض الانوماليز يستحيل معاها الحياه فالبيبي ما بيكملش، زي مثلا ان البرين بتاعه ما يتكونش مثلا، ان الجمجمه بتاعته ما تقفلش مثلا، انما في انوماليز تانية بتستكمل معاها الحياه عادي مفيش مشكله خالص. مش موضوعنا برضو دلوقتي، احنا مش بنتكلم على embryological anomalies، احنا كنا مركزين على the events of the second week، يعني ال inner cell mass تتحول الى bilaminar embryonic disc، ثم يتخلق ال primary mesoderm، ثم في الاخر تطلع الكوريون، وقمنا مكملين بقى على البلاسينتا وعرفنا قصة الحياة لحد الشهر الرابع. يبقى اذا احنا دلوقتي عارفين ايه ال events اللي حصلت في second week، عارفين ايه ال formation of the bilaminar embryonic disc، ايه الخطوات بتاعته، عارفين الاكسترا امبريونيك ميزودير متكون منين وبقى له كام طبقه وازاي، وبعد كده عرفنا الكوريون كان عباره عن ايه وتكون ازاي وعمل ثلاثه انواع من الكوريونيك فيلاي اكيد عرفتوها، وبعد كده استطرقنا الى الفورميشن اوف ذا بلاسينتا وعرفنا الانوماليز بتاعتها المختلفه، وعرفنا فكره مبسطه عن التايبس اوف توينز. ارجو ان احنا نكون استفدنا بالمحاضره وسعدنا بكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.